مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة على الهواء. خلونا نبدأ الحلقة بالسياسي الذكي والبارع، هو الذي يجيد اتخاذ الخطوات، بمعنى انك لما تاخد خطوة تبقى عارف كويس قوي ما هي الخطوة التالية، وتكون فاهم جيدا انك لا تحلق بأجنحة الخيال والأوهام، ولكن تضع قدما ثابتة على أرض الواقع. أنا بقول ده لأن اليوم كمان ربما أسدل الستار على نهاية سيئة لواحد من أبرز السياسيين في عالمنا العربي، وهو الزعيم الكردي مسعود برزاني، بعد ربما الهزيمة السياسية الكبيرة التي لحقت به. أنت أعلنت وتحمست لانفصال الأكراد، صحيح هي رغبة الأكراد جميعا، لكن متى تتخذ الخطوة؟ أي توقيت؟ وفي نفس الوقت كمان، طب وبعد ما تتخذ هذه الخطوة، هل أنت في محيط يقبل هذا الانفصال؟ يعني هل ستعترف بك الدول المحيطة أو حتى دول العالم المختلفة؟ حتى النهاردة مسعود برزاني في مجلس في البرلمان الكردي، في الصور اللي احنا في المشاهد اللي احنا بنشوفها، وهو ربما يضع نهاية له ولتاريخه، لأنه قال طلب اليوم والبرلمان وافق على توزيع صلاحياته بين البرلمان والحكومة يعني، وبالتالي هنا تتأسى من نهاية بعض الأشخاص. صحيح هو يعني له دور بارز في تحقيق أحلام وطموحات الأكراد، وأيضا على الساحة السياسية العراقية، ولعب دور أيضا في مواجهة داعش، لا يجب أن ننسى ذلك، لكن إمتى تأخذ الخطوة؟ وفي أي وقت؟ ولما تأخذها، طب ما هي الخطوة القادمة؟ طب خلاص تم الإعلان عن الانفصال من خلال الاستفتاء، ما هي الخطوة القادمة؟ كانت الخطوة القادمة هي ردود فعل عنيفة ومدعومة إقليميا ودوليا، مدعومة من تركيا التي ترفض الانفصال، من إيران أيضا التي ترفض الانفصال، وحتى من الدول الكبرى زي الولايات المتحدة الأمريكية وعدد كبير من الدول الأوروبية. وبالتالي هنا السياسي الجيد والذكي هو الذي يجيد اتخاذ الخطوات في توقيت مناسب، ويبقى عارف كمان بعد الخطوة ايه اللي هيحصل. ما انت ممكن تطلق عنتريات وخلاص يعني، لكن بعدها ده كمان نفس المصير اللي لحق ببوتشومون حاكم كاتالونيا. حاكم كاتالونيا كمان لما قاد كاتالونيا للانفصال، وهيقولوا ايضا ما هو البرلمان باغلبيه الذين حضروا وافق يعني، لكن ما هي الخطوه القادمه؟ الخطوه القادمه الان بيتحدث الاهالي عن شلل تام في مقاطعات كاتالونيا، وعلى رأسها المدينة الأهم برشلونة، وهي المدينة الأهم جذبا للسياحة والاستثمارات. أنا بقول ده ليه؟ لأن أحيانا يندفع البعض في اتخاذ خطوات، وإحنا الحقيقة كان عندنا كمان تجربة مهمة جدا يعني، بعد 30/6 حينما اتخذ الشعب المصري والجيش المصري بقيادة المشير السيسي وقتها خطوة متعلقة بالانحياز للإرادة الشعبية، كنا عارفين الخطوة القادمة إيه. مجلس انتقالي حكم البلاد، صحيح الوضع مختلف تماما، بس مهم جدا إنك حينما تخطو خطوة تبقى عارف الخطوة اللي بعدها إيه، وعارف إزاي تحصن ما تقوم به وتحميه، بدلا من الحالة اللي شفناها لهزيمة سياسية. لو شفتوا اليوم مسعود برزاني داخل البرلمان الكردي، يعني نهاية زعيم سياسي كبير بشكل مؤسف ومأساوي. وأيضا بوتشمون اللي البعض مش عارف هيودي كاتالونيا فين، وهتستطيع انك تنفصل أيضا في محيط كله رافض هذا الانفصال، لا الدول الأوروبية بتقبله، وبعدين بيتهكموا بقى يقول لك طب أي عملة هنشتغل بيها، طب مين اللي هيوقع الاختام، طيب هنعمل ايه، طب الحكومه التابعه لمدريد اللي بدات تتولى الامور
هتعمل ايه معاها؟ فيقول لك هنقاومها سلميا. طب سلميا ازاي؟ يقول لك لن نلجأ الى العنف. طيب هتقاومها باي وسيله، باي اسلوب؟ في النهايه بعض السياسيين يتخذون خطوات وربما يقودون شعوبهم الى ازمات مأساويه من هذا النوع، وتنتهي حياتهم السياسيه نهايه مأساويه زي المشهدين اللي احنا شفناهم منذ قليل. هنشوف قضايانا المختلفة. لو شفنا يا جماعة القضية اللي احنا دايما بنناقشها معاكم وانا بهتم بيها جدا، هي المدارس واللي بيحصل فيها، والمدارس واللي بيحصل فيها العلاقة بين أولياء الأمور والتلاميذ والمدرسين مثلث خلاص، وانت بتطالب بإعادة الاعتبار للمدارس. قضية بنهتم بيها كثيرا، لكن ما زالت الحوادث بتحدث، مش بشكل فردي لأنها متعددة كل يوم يعني. والمدارس بقى بأشكالها المختلفة، تعالوا نشوف المعلمة بتعتدي على طفل وتفقده بصره. شهدت إحدى مدارس الفيوم واقعة مؤسفة بحق تلميذ بها فقد عينه نتيجة اعتداء مدرسة عليه بالضرب، الأمر الذي أثار استياء عائلة الطفل المتضرر. قد لف كتاب كده في إيدها ورحت خبطان على دماغي 3 4 خبطات، وبعد كده طلعت بره المدرسة وعقت، وصحابه قوموني وقالوا لي لا. طبعا خبطت الخبطه دي اثرت على عينه جامد، جاي يقول لي يا ماما انا مش شايف، ويجي يقعد قدام الشاشه ماسك النضاره برضو اللي لابسها، اقول له يا بابا اقعد ارجع ورا شويه، يقول لي لا ما انا مش شايف. من ساعه ما الابله خبطته على عينه ويقول لي يا ماما في حاجه بيضه على عيني ومش شايف بعيني. فرحت طبعا اجراءات، طبعا ورق، وراح اعمل اجراءات الورق وده، الدكتور قال لي لازم يعمل عمليه، ده عنده كده انفصال شبكي. تاني يوم رحت للمدرسه، السلام عليكم. وعليكم السلام. رحت داخل للمديره، قلت لها لو سمحتي انا والد الطفل عمرو خالد، لو سمحتي في مدرسه عندكم خبطت ابني وما بيشوفش بعينه. ماشي. راحت طب مش عارف ايه ومش عارف ايه، راحت جابت المدرسه دي وقال لها طب لو سمحتي انا بكلم الابله المديره وامشي من قدامي دلوقتي عشان ما تنرفزش عليك، او طبعا انا كنت في حاله ابني ما بيشوفش بعينه، حط انت نفسك مكاني. راحت هي زعلت اللي انا قلت لها لو سمحت اطلعي بره، قلت لها يعني انت زعلتي اللي انا قلت لك اطلعي بره وانا مش زعلان على عيني ابني اللي راحت؟ اذا ثبتت الواقعه اللي حضرتك بتقول عليها، اذا ثبتت، لان احنا طبعا احنا ما سمعناش من المعلمه، لكن احنا سمعنا من ولي الامر ومن الطفل الصغير ان هو بيقول اتضرب بكتاب ووقع بره المدرسه. قصه بره المدرسه ولا جوه المدرسه ولا القصه انها ضربته يعني؟ القصه كلها احنا بنتكلم، القصه ان احنا بنقول ان في ضرب حصل، تمام كده؟ اذا ثبت ان هي الضربه اللي هي اللي موجوده ديت هي اللي عملت في الطالب دوت كده، هو احنا بالتالي بنطالب بان المعلمه ديت اللي حصل فيها كده او اللي عملت كده ان هو يقع عليها اقصى عقاب. القرار الوزاري بيقول ممنوع منعا باتا انك انت تمسك عصايه، مش ضرب، لا ده بيقول عصايه بس انك انت تمسكها في المدرسه ده ممنوع. المدرسه انا مش طايقه، لكن المدرسه بذاكر وبعمل كل حاجه. خايفه اروح معاه. ليه؟ على حسن الطرق. طبعا دي يعني نماذج بنشوفها كثيرا يا جماعه، احنا بنطالب باعاده الاعتبار للمدارس، ولسه هنشوف معاكم بعض القضايا المختلفه. طب هتعيد ازاي الاعتبار للمدارس والعلاقه بهذا الشيء؟ والاعتداءات بقى متبادله، لان كمان في تلاميذ بيعتدوا على مدرسين بتصل الى هذا الحد، وفي اولياء امور يعتدون على مدرسين. شوف المنظومه بقت عامله ازاي. ده بسبب ثقافة السناتر اللي انتشرت بشكل كبير وبقت أصبحت تشكل وعي الناس، وكمان تأثيرات تانية يعني التدني الأخلاق المنتشر في المجتمع. طيب في حملة كبيرة على الأستاذ نبيل وحش المحامي من قبل منظمات حقوقية ومن قبل أيضا المجلس القومي للمرأة، اللي قدم عدة بلاغات، وفي أكثر من شخصية أيضا
قدمت بلاغات مختلفة، شخصيات عديدة يعني، شخصيات عامة وأيضا منظمات حقوقية بالإضافة للمجلس القومي للمرأة. ليه؟ أستاذ نبيل وحشة قال إن أي فتاة بترتدي البنطلون اللي هو المقطع ده اللي فيه ثقوب يعني المقطوع المقطع، اغتصابها واجب وطني. أستاذ نبيل وحش معايا. أستاذ نبيل أهلا بيك. أهلا بيك يا قلبي، بس أنا عايز أصحح المعلومة، أنا ما قلتش كده. اتفضل. أنا قلت البنت اللي بتلبس بنطلون مقطوع من ورا بتحرض على التحرش به، فهي اللي ما بتحميش نفسها وهي اللي بتحرض الناس على التحرش به. ولو بنت نبيل الوحش لبست بنطلون مقطوع من ورا يبقى التحرش بيها واجب وطني واغتصابها واجب قومي، ده اللي قلته. ما قلتش البنطوع المقطوع رجلين، المقطوع لا انا عايز ما هو اغتصابها واجب وطني والتحرش بيها واجب قومي، ده يبقى هي دعوه من الناس. هفترض واحده ماشيه بالبنطلون اللي انت بتقول عليه ده مقطوع من ورا، هل من تغتصب ورا. هفترض ماشيه من لا لا لا. غير هدوم خالص يعني، هل هنا انت بتدعو الناس لاغتصابها؟ لا 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 لا، انا قلت رساله تحذيريه وليس تحريضيه، بدليل ان قلت لو بنت انتوا هات الفيديو وهتلاقي لو بنت نبيل واحد. طب خلينا اسمعه كده يا استاذ نبيل، خلينا اسمع الكلام كده. اتفضل. انت في الشارع وما قلتش عارفه وقاطعه نص فخدتها باينه المؤخره، انا قلت البنت اللي تمشي كده يبقى التحرش بيها واجب وطني. لا ينفع الكلام ده. لا هنا هو يا استاذ نبيل كلام واضح، التحرش بيها يا استاذ وائل، يا استاذ وائل اقطع مني، انا قلت وبقولها تاني، لو بنت نبيل وحش ماشيه ببنطلون مقطوع من ورا التحرش بيها واجب وطني، لانه احنا بندعو لدوله حديثه، دوله الحديثه بتقوم على اخلاق، دوله الحديثه بتقوم ما على ما ماشي ما عنديش مانع خالص انك انت تقول ان ده انحلال اخلاقي وتطالب، حتى لو عايز تطالب بتشريعات بقوانين، لكن انك تدعو الى تنفيذ اديني فرصه، اديني فرصه، تدعو الى قانون الغاب بهذا الشكل ان اغتصبوها وتحرشوا بيها. لا 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 لا، انا طالبت، انا ما انا بقول لك دي دعوه تحذيريه بدليل ان انا مش هسمح لبنتي تغتصب ولا اسمح لبنتي تتحرشوا بيها. بس انا ما سمعتش بدون بنتك خالص، انا بقول يا بيما تشوفي بقى الفيديو، بقى الفيديو على قناه الحدث وعلى قناه العاصمه، هم عصوها، انا ماليش علاقه. ادي واحدة، اثنين، فين المركز القومي للمرأة؟ وفين الشخصيات العامة دي اللي بتهاجم نبيل وحش؟ لما الأستاذ عناس الدخيلي قالت عايزين نعمل رخصة الدعارة ونرخص رخصة الدعارة، فين الناس دي؟ لما من المثليين والشواذ، فين الناس دي من الدراما اللي استغلوا فيها المرأة كسلعة؟ فين المركز القومي للمرأة؟ كل اللي أنت بتقوله ده يا أستاذنا بيه لك الحق في إطلاق وجهات نظر، ولك الحق في إنك تقول اللي أنت عايزه. المشكلة هنا إنك يعني بتنتهك القانون، دي دعوة للاغتصاب. أنا بنتهك اللي أنت بتقوله، دعوة للاغتصاب. يا أستاذ وائل أنا دخلت معاك عشان أعرفك راجل محترم، لكن ما تقولنيش حاجة ما قلتهاش. أنا مستعد لأي، أنا اللي قدمت مشروع قانون بإدخال الشقة المؤبدة للمتحرش، وطلبت بإعدام المغتصب، وطلبت، وأنا الوحيد اللي بتفضل الثوابت الأخلاقية، وأنت عارف لما كنت حتى في روزا يوسف حضرتك كنت بعت لك حاجات بندافع فيها عن الأخلاق، وأنا اللي طلبت بثورة، عمل ثورة أخلاقية، هم بيتصيدوا لنبيل وحش، هم حرين، الدولة واقفة على نبيل وحش وسايب الفساد، هم حرين، منظمات الدعم لمصلحة ناس أجانب ومنظمات غربيه مشبوهه هم حرين. خليني بس يا استاذ نبيل، لان انت عارف احنا في عصر الصوره الموثقه، يعني الفيديو موجود وانطلاقا منه تم تقديم بلاغات بيه يعني، فاللي انا عايز اقوله ان طب ما تملك شجاعه الاعتذار كده يا استاذ نبيل وتقول يا جماعه انا اخطات وبعتذر، لا يجب ان ادعو الى الاعتداء على 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 الفتيات بهذا الشكل لمجرد احتجاجي على البنطلون المقطع او لاني شايفه انه تدني اخلاق، ما تعتذر بوضوح وخلاص. يا استاذ وائل انا بقول على الهوا مع حضرتك، انا اي واحده تتعرض لاغتصاب او تحرش جنسي انا متطوع في الدفاع عنها، وانا اذا كان اللفظ حاد
انا بعتذر فيه على الهواء لبنات وجميع نفاق مصر، بس انا اقصد البنطلون مقطوع من ورا، حرام انها تنكرس. لعاد احنا سيبنا البنطلون على الرجل وسيبنا اللي على الكتاف في البلوزة، بدأت الزهرة تظهر على المؤخرة. عفة المرأة بنصنها، مش بن المرأة المفروض تعيط، ده عفة من ورا من قدام، دي عفتها. بس انت عارف خطورة كلامك يا استاذ نبيه ايه؟ انت هنا خليني بس اقول لك، بس انت هنا بتدي مكافأة للمختار. عارف لو واحد دلوقتي قال لك انا سمعت الاستاذ نبيه بيقول الكلام، ايه ده البنت ماشيه ببنطلون مقطع، ويغتصبها ويدي لنفسه المبرر لاغتصابها، يقول لك ده انا سمعت واحد بيقول لك واجب وطني، كانه تحيه العلم يعني. انت عارف واجب وطني يعني ايه؟ يعني الجنديه واجب وطني، تحيه العلم واجب وطني، اغتصاب كمان البنت اللي بنطلونها مقطوع واجب وطني، مش ممكن يا استاذ نبيه. انت وجهه نظرك صح. لما ميزو قال العلاقه الجنسيه بالعقد لما بتحرضش على الزنا، ما بتحرضش على الدعاره، لما ما هو ميزو في السجن. ميزو في السجن يا استاذ، لما جمع، لا مش عشان دي، لا مش عشان ده، مش عشان ده. اما قال جمال البنا انه الحضن والقبل مش ما بيحرض برضه، مش كان حرض الشباب؟ لما قال ان السجاير ما بتفطرش، لما قالت نوال السعداوي يا اخوانا فين المركز يا استاذ نبيه، الجأ للقانون. انا ما انت بتقدم بلاغات، الجأ للقانون. انما لما اقول للناس اغتصبوها، لا 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 بقى، ده انت لا لا لا، انا رساله تحذيريه وليس تعريضيه، بدليل انه قلت بنت نبيل وحش، ودلوقتي بقولها على هوا. لو بنت نبيل وحش مشيت ببنطلون مقطوع تستاهل اللي قال لها. انا رساله تحذيريه، اذا كان التعبير خلني فيه جامد او الناس اعتدت عليه، انا بعتذر عنه على الهوا في منبرك المحترم الكريم، لكن انا مش خايف، انا مش خوف. لا والحقيقه الاعتذار مش جبن يا استاذ نبيه، يعني لان الخطر ان الناس تاخد الكلام ده. يا جماعه احنا زي اللي كان يقول لك البنت اصلا بتغتصب بسبب لبسها، وكان انا بكافئ المغتصب وبقول له، بديله المبرر وبقول له انت عندك حق يا ابني، والله ده البنت لبسها هو السبب، فانت بطل انك انت اغتصبتها. ما ينفعش نقول ده بشكل واضح. يعني ما كنتش قلت في الفيديو اللي قطعوه وشوهوه ان لو بنت نبيل وحش، وانا دلوقتي بقول على الهوا انا بعتذر على الملأ، لانه انا الوحيد اللي بدافع عن الثوابت الاخلاقيه من 30 سنه، وحضرتك تعرف ومصر كلها تعرف، وحاجاتي موثقه ضد العري والهلس والجنس، وضد الافلام الخليعه، وضد المراه اللي استغلوها سلعه في الافلام وفي الدراما وفي الاعلانات. انا ما حدش يحترم المراه عدي، وانا راجل سعيد المنبت والمنشا والسنه. خليني استاذ نبيه عشان يعني خليك معايا واسمع الـ لو انت عايز يعني نشوف هل تقبل الدكتوره مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمراه هذا الاعتذار ام لا. دكتوره مايا اهلا بيكي. اهلا بك يا فندم. اهلا بعد ده. هنا الاستاذ نبيه الوحش بيقول، يعني هو بيقول انا بعتذر، بس انا كمان في نفس الوقت شايف ان البنطلون المقطع بهذا الشكل، هو كان بيقول يعني بيقول انا بقصد بنتي، يعني ان انا بقول لو بنتي لابسه كده فاغتصبوها، واغتصابها واجب وطني. يعني تعليق حضرتك على ده؟ اولا انا لسه سامعه حالا ان الاستاذ نبيه اعتذر على الكلام اللي قاله، دي اولا نقطه مهمه جدا ونشكره على هذا، دي اول حاجه. النقطه الثانيه، اذا كنا احنا نقبل الاعتذار ولا لا، والله لو بنات مصر تقبل هذه الاهانه او الصاق فكره التحرش والاغتصاب بكلمه واجب قومي او واجب وطني، اعتقد الواجب القومي والواجب الوطني هما للناس اللي بتموت على كل حته دلوقتي من الارهاب، ده اللي انا اسميه واجب قومي او واجب وطني. اما التحرش والاعتداء والاغتصاب ونلصقه بالكلمتين المحترمين دول، اعتقد هي دي المشكله. لا ده ذئاب بشريه، ده جريمه منحطه يرتكبها ذئاب بشريه. يعني دي حاجه مهمه جدا. انا اكل يعني طبعا الفيديو ما اقتطعش من كلامه، الفيديو موجود والبرنامج موجود على مواقع التواصل الاجتماعي. انا مش عارفه هو استاذ نبيه يعني مركز الاعتداء طول الوقت في اعتداء على المجلس القومي للمرأة. احنا هو مع ثورة اخلاقية، احنا كمان مع ثورة اخلاقية، بس ثورة اخلاقية تحترم المرأة، تحترم ارادتها، تحافظ على حريتها، تحافظ على حمايتها في الشارع. وبصراحة ان يخرج الكلام دوت من محامي المفروض يدافع عننا احنا، والمفروض
يحافظ علينا في الشارع، حتى لو كان الكلام على بنته. على فكره كلمه يعني ما اعتقدش عقلي اساسا. لا يعني حتى لو عن بنته، ما هي بنته ايضا فتاه يعني او امراه يعني، فهنا حتى لو الكلام عن بنته يا فندم فده اخطر. يعني ده اخطر ان احنا نقول ان في اب بيقول ان بنته لو لابسه مش مقبول في الشارع تعرض للاغتصاب او التحرش، ويبقى اغتصابها او تحرش بيها واجب وطني. لا يا فندم، المفروض البنت حتى لو ماشيه بزي مش معجب الناس، احنا شعب محترم ومفروض ان احنا نستر البنات في الشارع لو ماشيه عريانه. استاذ وائل، ده اللي احنا نفهمه. ما انا قلت له الحقيقه، قلت له ده حتى لو ماشيه عريانه، الجا يا سيدي للوسائل القانونيه. لكن يا فندم الفكره مش ان احنا مفروض، لو هو بيتكلم على ثوره اخلاقيه، احنا مع ثوره اخلاقيه، بس ثوره اخلاقيه في حمايه للبنات. الثوره الاخلاقيه مش بالعكس، مش الثوره الاخلاقيه ان انا اقول للبنت او اقول للمجتمع او اقول للشباب ان لو البنت البنت لابسه لبس مش عاجبك. يعني ايه لبس مش عاجبك؟ بنطلون مقطع، ايه اللي بنتكلم عليه يا فندم؟ التحرش وكل الدراسات العلميه اللي موجوده بتقول لك ملهاش علاقه باللبس ولا ليها علاقه البنت ماشيه ازاي. التحرش موجود للمنقبه والمحجبه وللاطفال كمان، اغتصاب الاطفال يعني. والاطفال انا ازاي بس من منبر اعلامي بيشوفوا اعلاميين بيشوفوا مواطنين كتير احط كلمه واجب وطني وواجب قومي مع التحرش والاغتصاب؟ يعني انا مش قادره يعني اصدق ان ممكن يحصل حاجه زي كده. الحاجه الثانيه اعتذاره طبعا على الهوى، يعني برضو يعني يحترم لانه خرج على الهواء من منبر اعلامي ايضا للاعتذار، ولكن نرجو ان احنا في المرحله اللي جايه بعد كده وهو عنده مايكروفون وعنده برنامج وعنده مشاهدين نتوخى الحذر بس في طريقه الكلام وطريقه التعليقات وطريقه الحوار، لان الكلمه مهمه قوي يا استاذ وائل. طبعا هنا ممكن، انا كنت بسمع دايما حتى اللي بيقولوا اصل لبس البنت هي السبب، فنقول لهم يا جماعه ده في منتهى الخطوره انك تقول هذا الكلام، لانك هنا بتدي للمغتصب، بتقول له انزل اغتصبها لان لبسها هو السبب، يعني بتدي له مكافاه او مبرر يدافع بيه عن جريمته يعني. طيب استاذ نبيه هنا يعني خلينا حتى يعني خدمه لقضايا المجتمع اللي مستنزف في قضايا يعني يجب ان احنا نكون مشغولين بقضايا، ام خلاص انت يعني ركز شويه بقى في الاعتذار. والدكتوره مايا هو بتقول كلام في منتهى الاهميه بيفتح بابا لامكانيه انهاء ازمات من هذا النوع، لان الحقيقه واجب وطني واجب قومي لمن يقوم باغتصاب سواء بقى بنتك او اي حد تانيه لابسه بنطلون مقطع، ده يعني مصيبه او كارثه يعني تتطلب اعتذارا واضحا، مش عايزه بقى لف ودوران يا استاذ نبيه. اتفضل. يا انا ما بلفش ولا دور وانت عارف، وانت اول واحد قدموك في التعريض على عدم دفع الضريبة العقارية. انا عايز اقول، انا بشكر الاستاذة مايا طبعا مرسي، مش خوف ولا ضعف، بس انا بناشدها انها تقدم مشروع قانون من المركز القومي للمرأة باعدام المغتصب في مكان عام في مكان الاغتصاب. هم يساعدونا يتقدم مشروع قانون بالاشغال الشاقة المعبدة او السجن المشدد للي يتحرش في ميدان عام في مكانه، زي ما قال جمال عبد الحليم راجل محترم لقضية المخدرات في عند نادي الشمس، انه يقعد قدام نادي الشمس عشان يكون عظه وعبره للغير. انا يا اخوانا انا ضد اي حد يتحرش، بس هو التعبير كان قاسي كان قاسي، لانه دي عمليه تحذيريه وليس تعريضيه، وانا بقولها مش من واقع الخوف، وانا مستعد لاي حاجه، مستعد لاي عقاب. لاعتذار فضيله يا استاذ نبيه. وانا تحت امر اي بنت تتعرض حتى لمجرد المعاكسه انا هدافع عنها. طيب انا مش يعني مش, مش, مش 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 والله ما قصدت التحريض، والله وحياه اولادي ما قصدت التحريض، انا قصدت رساله تحذيريه. طيب خلينا نشوف الدكتور هشام حتاته، لانه كمان قدم بلاغا يعني الباحث والكاتب الكبير. دكتور هشام اهلا بيك. اهلا يا استاذ وائل، مساء الخير عليك وعلى ضيوفك. اهلا بيك دكتور هشام. هل يعني اعتذار الاستاذ نبيه والوحش بهذا الشكل كاف، ولا بتعتبره مجرد اعتذار شكلي للخروج من ازمه يعني؟ يا استاذ وائل، الاستاذ نبيه بيتلاعب بالالفاظ وبيلف ويدور، يعني ايه مثلا دي رساله تحذيريه وليست تحريضيه؟ هو انا لما اقول التحرش
او الاعتداء او الاغتصاب واجب وطني، دي رساله ايه؟ تحذيريه ولا لا؟ ولا رساله تحريضيه؟ وبعدين بيقول لك انا قلت على بنته، هو حر مع بنته، هو حر مع بنته، بنته تحاسبه، لكن هو مش حر مع بنات الناس. لا يا استاذ وائل انا لا لا والحقيقه مش حر مع بنته في دعوه من هذا النوع يعني. يعني يعني مثلا تجاوزا هو حر مع بنته، يتكلم على بنته رغم ان هو بيحرض على بنته، بنته ممكن ترفع عليه قضيه لانها طبعا هي المقصوده، انا يعني انا ماليش دعوه، يقول على بنته، بنته ترفع عليه قضيه، لكن ده مش موضوعي. انا موضوعي ان هو كلامه كان محدد جدا وما قالش والسي دي موجود والشريط موجود وكل حاجه، وما قالش خالص بطنه مقطع من ورا، قال لك البنت اللي تلبس هو الاول قال بطنه مقطع من ورا، ما فيش حد بيلبس بطنه مقطع من ورا اصلا خالص، هو مقطع من عند الركبه ومن فوق شويه ومن تحت شويه، ما فيش بطنه مقطع من ورا خالص. فهو جابها من الحته دي، هو طبعا بيحاول ان هو يهرب الموضوع، لكن انا معايا 40 موكل مش هيوافقوا على التنازل. وبعدين ده يعني بيقول لك خان اللفظ، لا لفظ ما كانوش، وبعدين القاضي هو اللي هيقرر اذا كان اللفظ خانه ولا اذا كان فعلا قاصد التحريض. هو القاضي اللي يقرر مش انا اللي هقرر، وهنقدم الكلام ده للقاضي وحر. وبعدين ده في كمان حاجه ثانيه وقع فيها الاستاذ نبيه. بيقول ايه؟ بيقول في برنامج له اسمه بغض النظر عن الاسم، بيقول ايه المهم، بيقول ايه يا دكتور؟ بيقول انا راجل صعيدي، انا راجل صعيدي واللي يزعل يزعل. يعني ايه راجل صعيدي؟ يعني معنى كده ان اهل الصعيد اهل نخوه واهل الدلتا مش اهل نخوه ولا ايه؟ ما حسب قانون المخالفه اذا كان اهل الصعيد اهل نخوه، اذا اهل الدلتا مش اهل النخوه. هشام حتات اللي هو رافع قضيه عليه يبقى راجل ديوس بقى، وهو بقى راجل من اهل النخوه. لا الكلام ده كله يا استاذ وائل، الكلام ده كله لازم يتحاسب عليه قانونا. طيب وبعدين هو وبعدين عمال يقول لك نوار السعداوي وجمال، احنا قصاد قضيه معينه، انا ماله مال نوار السعداوي ومال جمال البنا؟ طيب احنا بنتكلم في قضيه معينه. خلينا ناخد تعليق اخير من الاستاذ نبيل الوحش. استاذ نبيل تعليقك الاخير اتفضل. انا قلت في حته الصعيدي يعني راجل ما قبلش التحريض على التحرش، مش عشان اهين الدلتا، هم بيتصيدوا وانا معانا اهلا وسهلا بالبلاغات، واهلا وسهلا بالقاضي اللي هيحكم، واهلا وسهلا باي عقاب، مش هروب. وهقول الكلام اللي نفسي قلته، بس الشريط يجي صح. الشريط طبعا هنجيب منه صور نسخه من قناه العاصمه ومن قناه الحدث، وهيبان ان نبيل وحش قال ايه، والقاضي ليه الحكم واللي بتاع، وانا تحت امر اي حد يقدم بلاغ. مع تاكيدك على الاعتذار اللي اطلقته يا استاذ نبيه، لان الحقيقه ده اهانه لكل، مش لكل فتاوى سيده فقط، يعني لكل مواطن مصري، بالاضافه الى اهانه كمان للواجب الوطني والقومي، اهانه للعلم والنشيد والواجب الوطني والقومي، ومن يواجهون الارهاب والجنديه هي الواجب الوطني والقومي، لكن والواجب الوطني والقومي اشكاله متعدده ومختلفه، لكن ليس من بينها ابدا اغتصاب اللي بنطلونها مقطع دي. صيادوش انا ما قلتش بنطلون مقطع، ما قلتش مقطع، قلت البنطلون مقطع من ورا اللي الدول الاربعه ولا قدام، هتفرق ايه يا استاذ نبيه؟ لا تفرق، ده عفتها، ده عفتها. طيب انا مالي مال البنطلون مقطع على رجلي، بقى له 20 سنه. طب هل تعتقد ان التحرش والاغتصاب مرتبط بالبنطلون المقطع؟ طب واللي بيغتصبوا اطفالا يا استاذ؟ انا بقول هي واللي بيغتصبوا سيدات مسنات يا يعني. استاذ وائل انا السيده اللي جت توك توك سيده مسنه، انا بدعو انا بدعو انا بدعو البنطلون المقطع ده يتمنع، مش يبقى ظاهره، احنا بدانا بالرجل. ماشي، ادعوا والجا للقانون، انما اغتصبوها كلوها اعتدوا عليها، لا ده كده يبقى. على فكره انا عملت معاك مداخله عشان عارفك راجل محترم، انما انت عايز تحرض انت الثاني حرض، انا ولا انا طالما وانا الحقيقه لانهاء الازمه يا استاذ نبيل، ان يعني اوجدنا بابنا هو للاعتذار، وانا كويس جدا انك تقول ده، ويعني يمكن ان يزل ذلك الستار على القضيه، ويمكن انه لا يزل الستار عليها، والناس تستمر في بلاغتها. انا بشكرك استاذ نبيل الوحش، الف شكر. دكتوره مايا مرسي رئيس مجلس قومي للمرأة ألف شكر، وأيضا الباحث والكاتب الكبير دكتور هشام حتات. طبعا يا جماعة إغلاقا الموضوع، الدعوات من هذا النوع حتى لو أنت عندك الـ يعني شعار وأخلاقاء من حقك أنك تبدي وجهات نظر، وفي جامعات ألغت البنطلون المقطع وناقشناهم هنا.
وهنشوف كمان كنائس دلوقتي اتخذت خطوات يبدو انه قضية الحشمة والاخلاق والملابس كويس انها يعني تكون في اذهان الناس، بس هناخدها في اطار عام ودون مكافأة الذئب البشري. يعني الذئب البشري اللي بيغتصب ويتحرش ده مش مستني فتحة بنطلون، لا بيعمل ده مع اطفال ومع مسنات وذئب بشري يعني. وبالتالي هنا مش عايز اكافئ المغتصب بان انا اقول له اصل ملابس البنت هي السبب، بغض النظر حتى لو ده في ذهنك، الدعوه للاغتصاب والتحرش لا يجب ابدا انها تطلق بهذا الشكل في منتهى الخطوره يعني. اسقف اسيوط الزام السيدات بملابس محتشمه في افراح الكنائس، ممكن نكون حصل ده قبل كده لكن اتجدد كمان السنه دي. زي ما بقول لكم قضيه الملابس والحشمه والاخلاق يبدو انها تهيمن على المجتمع، المهم ان احنا ما ناخدهاش في اطارها الشكلي، لان كمان في اخلاق مش في اللبس بس، في اخلاق في الكذب، في التدني، في 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 عدم العمل، في غياب الضمير، في الفساد، كل ده كمان يجب ان نبحث، ما يبقاش تركيزنا بس في المال، لكن ما فيش مانع انه الناس يبقى عندها خطوات من هذا النوع المجتمع يناقشها. تعالوا نشوف الزام السيدات بملابس محتشمه في افراح الكنائس، اسقف اسيوط اصدر هذا القرار. قرار أصدره الأنبا يؤنس أسقف أسيوط يلزم الفتيات والسيدات بتحري الحشمة في لباسهن خلال الأفراح التي تقام داخل الكنيسة. العاشرة مساء يرصد ردود أفعال رعايا الكنيسة تجاه القرار. صلاة الأفراح في يعني بيبقى في بعض إن صح التعبير تجاوزات، فملابس السيدات في الأفراح لا تليق بقداسة بيت الله، ولذلك احنا قلنا بالنسبة للأفراح عملنا زي، احنا ما أمرناش الناس تلبسه، الزي ده جيبة تتفتح وتتقفل، وبرضو زي حرملة تتفتح وتتقفل عشان كنيسة الله تتفضلي تلبسي هذا اللبس، واخترناه حتى لون يعني بيج كده أو أبيض يسموه أوف هوايت يخيل على كل حاجة. وأعلننا هذا الكلام في الاجتماع العام، احنا عندنا هنا اجتماع عام كل يوم ثلاث بيحضروا حوالي 3000 يعني من كل طوائف الشعب. أنا أول ما أعلنت هذا الناس صفقت تصفيق حاد بهدوء وذوق شديد جدا تمشي على طول كده، يا تلبس يا تمشي، انما غالبا انا اتوقع انه كله يلتزم. انا بحضر افراح كتيره في وسط الاسبوع، الاسبوع اللي فات بعد ما قلنا ما اعلنا الكلام ده كنت اغيب والاقي ناس لابسه الحرمله او الجيبه دي، الاسبوع ده بقى كله ملتزم، خلاص ما بقناش نستخدم الحرمله والجيبه دي، خلاص كله التزم، كل الكلام عن الافراح بس فقط لا غير، كل واحد بقى ايه زود له حته. حضرتك عارف بقى تعب البساطه ايه اللي يقول انه في زي واحد، يعني زي واحد احنا عملنا زي لمن لا تريد ان تحتشم فقط لا غير، وفي الافراح فقط لا غير. يا ريت اي معلومه توصل لنا نبحث عن الحق قبل ان نتكلم. اشكر جدا برنامج العاشره مساء اللي اهتمت لتوضيح هذا الامر. موافقه جدا على قرار سيدنا بخصوص اللبس، ومش شايفه ان في اي مشكله ان سيدنا يحط ضوابط وارشاد رعوي لشعبه، خصوصا بعد انتشار موضه الكاب والفساتين القصيره والاوف شولدر، الحاجات الكم المقطوع، البنطلونات المقطعه. انا بدخل على مواقع التواصل الاجتماعي مش هذكر اسامي واحده او واحد او واحد بيتكلم بطريقه يعني زي ما يكون احنا الكنيسه عملت جريمه. هو انا لما اقول لك غطي جسمك او غطي لحمك او استر بنتك تزعل؟ عندي خطوبه ابني النهارده واحنا في كنيسه رئيس الملائكه ميخائيل في اسيوط، و
الإشاعات اللي طلعت وشوية الشوشرة اللي طلعت حوالين القرار بتاع سيدنا أنبي وأنس ده طبعا الناس الوجهة نظرهم غلط. دي الجونيلا اللي بتتلبس في حالة لو كان اللبس قصير بتفتح كده هو بتتلف حواليها حوالين الوسط وهنا هو تدخلها وبعد كده يتلزق فيها اللزق بتاعها. زي ما قلت لكم نعم قضية الأخلاق من أهم القضايا ولن تتقدم المجتمعات إلا بالأخلاق، لكن الرؤية للأخلاق يجب أن تكون مكتملة، الأخلاق كمان في أنك تشتغل كويس وما تشتغلش نص نص أو أي كلام يعني، الأخلاق كمان أنك ما تكذبش، والأخلاق كمان في الأمانة، والأخلاق كمان في حاجات تانية كتير، وفي عدم الفساد يعني الفساد المنتشر بشكل كبير، واللي أحيانا بعض الناس حتى بتوجد مبررا له تسميه الشاي وتسميه الإكرامية بتاعتي ومثل هذه الأمور. نعم للاهتمام بالأخلاق بمنظور شامل. الكنائس طبعا البعض بتعامل معنا بشكل مختلف، دور عبادة. أنا بقول لكم ده ليه؟ لأن واضح أنه ملابس السيدات تمثل هاجسا في مجتمعاتنا، في الشارع، في الجامعات، في الكنائس زي ما شفنا، وفي أماكن مختلفة حدث فيها هذا الجدل الشديد. المنيا أيضا خدوا خطوات متعلقة بنفس الشأن، نشوفها. توصيات غير ملزمة أصدرها أسقف سما لوط بالمنيا أثارت جدلا واسعا بين الأقباط، أبرزها ارتداء السيدات للبياض في الجنازات وعدم ضرورة تغسيل المتوفى. نصحنا بناتنا وسيداتنا بارتداء الملابس البيضاء كنصيحة، ودي نصيحة برضو يعني للإنسان أن يأخذ بها أو لا يأخذ، لأن لو فاكرين في سفر الرؤيا فأصحاح 7:9 يوحنا الرائي شاف كده المنتقلين في مواضع الراحة والنياح متسربلين بثياب بيضاء. المقصود بالمنتقلين هنا المتوفين. بالضبط المتوفين، شافهم ثياب بيضاء يعني، فاحنا تشبها بهم ان هم في مكان راحة ومكان مرتاحين فيه، فنلبس بناتنا وسيداتنا يلبسوا الملابس البيضاء. النقطة الأخيرة قلنا يمتنع عن تغسيل المتوفي لأنها ما لهاش أثر مسيحي. قائدنا في الموضوع مسيحنا القدوس لما يعني مات ما تجالش إن المسيح يتغسل، لكن جاء اثنين كده يوسف الرومي ونيقوديموس وضعوا أطياب على جسده الطاهر وكفنوه، لكن ما عملوش اي عملية تغسيل، ما استعملوش مية. وطبعا معروف ان العذابات والصلب كان فيه دماء على جسد الطاهر. غالبية الناس مؤيدة للموضوع، يعني احنا قعدنا مع ناس كتيرة والناس نفسها مبسوطة، يعني بتقول دي حاجة حلوة ان احنا نحس ان احنا ملائكة على الارض. بالنسبة للتوصيات اللي هي على موضوع الموت واللبس الاسود واللبس الابيض والقرارات دي مش قرارات، دي توصيات. هو سيدنا هنا ما بيجبرش حد على حاجة، اللي يحب يقوم بيها خلاص واللي ما يحبش خلاص. سيدنا مراعي الظروف الاقتصادية للناس، انا ليه اتكلف قاعة وليه اتكلف ان انا اعمل وسائل دعاية واعلان عشان حالة وفاة حصلت عندي؟ ما انا اولى بالكلام دوت. وكمان لان اللبس الاسود كمان ما ذكرش في الانجيل، ما فيش حادثه واحده في الانجيل حصلت لحاله وفاه ذكر ان لبس ان حد فيها لبس ايه تغسيل وكده. هي دي احب اوضحها، اللي هي عاده فرعونيه قديمه، وكان ربنا يناح نفسه المتناح ابونا صدرات هنا كان وصيه من وصيته اللي هو ما يتغسلش. اللبس الابيض للسيدات خالص، لان انا بكره حاجه اسمها سوده. وغير كده الانسان اللي بيصعد للسماء ده احنا بنبقى فرحانين له. محتاج ان الناس يكون عندها درايه اكتر، يكون عندها وعي اكتر، تسأل من قبل الكنيسة من قبل أباء كهنة ناس متعلمة إيه رأيكم في القرارات دي، والناس دي تقدر تفيدهم بقى إذا كانت القرارات دي صح أو غلط.
قابلكم، بس هنا بالملابس البيضاء في العزاء يعني. استاذ عزت ابراهيم مدير المركز المصري لحقوق الانسان بالمنيا، استاذ عزت انت معترض ليه؟ اتفضل. انا معترض، هو طبعا لا يوجد نص صريح في الكتاب المقدس في الغسيل، وده طبعا انا مايد ابونا اللي قاله، لكن الموضوع المتوفي ده عادة فرعونية موجودة في مصر من قديم الأزل. وهل أنت تتملك عادة إن إحنا بنلبس أسود يعني؟ آه طبعًا، دي عادة موروثة من أيام الفراعنة. أنت شايف الملابس البيضاء إهانة إهانة لا أنا مش شايف إن إهانة، بس هل نحن نملك أن نمنع لبس الأسود على جميع المتوفيين من حزن؟ دي حاجة. الحاجة الثانية، سيدنا بيقول إن ممنوع التدخين داخل الجنازات. طيب معظم الجنازات في محافظة المنيا يتم سرداق عزاء في الشوارع، هل سنملك أن نمنع التدخين في سرداق عزاء في الشارع؟ هل سنمنع سنملك عدم الإقامة إقامة استقبال العزاء في سرداق في الشارع؟ دي حاجات كثيرة محتاجة. بشكرك يا أستاذ عزت، بشكرك. طبعا احنا يا جماعة بنوجز بس عشان انما المجمل كده يعني زي ما انتوا شايفين هتظل ملابس المرأة هاجسا، جامعات الشارع، حتى الشارع نفسه عايز يحدد البنت والست تلبس ايه، وكل واحد عنده مواصفات ومقاييس مختلفة يعني. الكنائس طبعا ده قضية يعني متعلقة كمان بالكنيسة ومناقشات داخلية بقى، هم حتى بيناقشوها في مؤيد وفي محتج. لكن اللي أنا أقصده إن يبدو إن اهتمامنا بملابس النساء فاق كثيرا حتى اهتمامنا بنشتغل كويس ولا لا، أو اهتمامنا حتى بالأخلاق في كل النواحي. وهنا المسألة وكأنها إدانة مسبقة للمرأة، لبسك هو السبب. والحقيقة أنا بشوف ده كمان بيكون مدخلا للاعتداء الدائم على المرأة بحجة أصل لبسها وهي السبب. للأسف الشديد تعالوا نتعامل مع قضية الأخلاق بمفهوم أوسع. الفيديو اللي هتشوفوه ده يا جماعة، معقولة نسمح لسه الأطفال بقيادة سيارات؟ وده لما بيمشي في الشارع يعني. طب المجتمع نفسه حتى ما بيستوقفوش ليه؟ وليه المجتمع احيانا بيتساهل؟ طب مش المجتمع، طب القانون غائب، طب الناس اللي بتشوف ده، لان الطفل عشان يسوق كده، شوفوا المشهد ادى الى في النهايه داس طفل تاني عنده 3 سنين مشهد، او 5 سنين مشهد، اللي سايق عنده 19 سنه يعني، هو فوق القانون يعني، في فوق السن ال 18. لكن التهور الشديد مش ممكن يا جماعة أبدا نوصل لهذه الحالة يعني شوف المشهد مؤسف، الولد في ثانية ضاع. معايا أستاذ محمد البيومي والد الطفل يوسف محمد. يا أستاذ محمد ربنا يصبرك. اللهم أمين يا فندم. ربنا يصبرك أستاذ محمد. اللهم فينا فندم. قول لي ده حصل ازاي كده المشهد اللي احنا شفناه ده؟ مشهد الفيديو اللي قدام حضرتك ده ثواني يا فندم. الفيديو اللي قدام حضرتك ده ثواني. في فيديو تاني انا بعته، ان هو فيديو 14 دقيقة. الليلة ديت كلها ما كملتش ثانية، وكانت الليلة دي كلها حصلت. اتنين طفلين، طفل يتنطر وطفل يعدي عليه عجلتين، مش في شرع ربنا ان انا شايف طفلين اهو، الطفل اللي اتنطر اللي اصيب ده اصيب اصابات بسيطه، الطفل اللي اصيب طفل يا فندم توفى، وطفل تاني الحمد لله العافيه ربنا الحمد لله يعني. ده اولا قضاء الله سبحانه وتعالى، لكن القتلة على الأرض لازم نحاسبهم. أيوة يا فندم،
ايوه فندم، ده انا بطالب بيه، ده انا بطالب بيه ان القطر ماشي اخوه اللي قدام حضرتك اللي هو الجه الصغير بيشيله، راحوا زمايله اللي في زمايلي انا اللي لما شافوا الموقف راحوا واخدين ابني وراحوا طالعين يجروا بيه. في فيديو تاني عند حضرتك مدته 14 دقيقه، الولد ده اللي هو كان سايق العربيه قعد في المنطقه ازيد من ربع ساعه، الولد ده كان موجود. لا يعني اللي سايق العربيه ده سارقها ولا ايه؟ لا مش سارقها، ده عربيته ده لسه جايبها من اسبوع، الاسبوع ده العربيه. وعنده كام سنه هو؟ عنده كام سنه؟ عنده 17 سنه يا فندم، اسمه طارق محمد. 17 ولا 19؟ ايه يا فندم؟ 17 ولا 19؟ 17 19، خدت بالك يعني لسه خدت بال حضرتك لسه سن صغير، سن صغير ان طبعا طبعا النيابه يا فندم. يعني ما سيبش السواقه بهذا الشكل لاي حد يعني. حضرتك يا فندم انت لو كنت جيت وشفت المكان، انا جنب المحكمه وجنب النيابه، يعني المنطقه كلها متحاصره، فحسب ان هي ما فيش حد عربيه بتطلع تجري بالسرعه الجنونيه ديت، السرعه الجنونيه اللي هي ابني ما خدش ثانيه في العجلتين. للاسف الشديد يا جماعه. عموما دلوقتي الولد محبوس. الواد محبوس يا فندم النهارده، انا رحت النيابه، رحت النهارده النيابه، انا بطل امبارح كان عندي تحقيق مع مصطفى بيه، وجي قلت له انا عايز حق ابني، قال لي حاضر، وفي القضاء قلت له قضاء ربنا وقضاءنا عادل، رحت النهارده ما لقيتش قضاءنا عادل، رحت لا خلينا قضاءنا عادل وهنتمسك بيه يعني. وانت عندك من وسائل وسائل الطعن المختلفه، لان النهارده خلينا نتشبث بالقضاء المصري، وثق هو اللي هيجيب لك حقك ان شاء الله. خد اخلاء سبيل قدام عيني، خد اخلاء سبيل، خد اخلاء سبيل. خلينا اهو يعني احنا اهو يا جماعه بنناشد النائب العام مستشار نبيل صادق، ودايما يعني حتى بيسيب يعني ينظر في هذه القضيه اللي بنفق دائما في ان النيابه كهيئه قضائيه بتتصرف بموجب القانون، ونثق ايضا بان العداله هتاخذ مجراها في هذه القضيه. انا بشكر. مش ممكن يا جماعه الناس بتقع في بتضيع مننا يعني، حتى كمان ما فيش ما يستدعي، ده الاطفال ماشيين بسلامه كده يعني، ما فيش ما يستدعي انك حتى تبقى ماشي بسرعه يعني، واقفين يعني، كان ممكن حتى قدامك فرصة انك تقف يا اخي، ولا لا ده دايس. ايه الجنون والجموح ده اللي بنفقد فيه اولادنا بهذا الشكل يعني. تعالوا نشوف القضية التي تتجدد ولا تتوقف. مين اللي ولع النار في البيوت؟ الجن. نقول للناس يا جماعة تعالوا نعمل العقل والعلم وصحيح الدين، ونقول للناس هتلاقوا دايما في اسباب موجوده على الارض، وهناك من يتعمد انه يظهر الصوره بهذا الشكل للناس عشان ممكن يرتكب جريمه ويعلقها في عنق الجن والجان، يعني هو اللي بيولع النار في البيوت. قضيه لا تتوقف، ومع ذلك بنقول الازهر يجب ان يذهب للناس لاقناعهم بان الاسباب موجوده على الارض، واحيانا بيتضح ان تفاعلات التربه سبب في عدد كبير من واحيانا اتضح اسباب جنائيه، حد بيولع النار لاسباب تانية، ولكن الجن هو المتهم الجاهز بسبب الدجل والشعوذه التي تسيطر علينا. تعرض منزل بقرية أبيب مركز كفر الزيات بالغربية للحرق عدة مرات في ظروف مفاجئة، اضطرت صاحب المنزل للاستعانة بشيوخ لمعرفة سبب الحريق، لكن محاولات الوصول لحل باءت بالفشل، واتهموا الجن بحرق المنزل، ما أثار حالة من الرعب والفزع بين أهالي القرية. بيتي أنا قاعد في رعب،
بصراحة ربنا من بقالي أكتر من 15 يوم البيت بيولع لوحده. أول حريقة حصلت يوم الجمعة قلب اللي فاتت دي، لأ اللي قبلها كان في هنا حريقة ديت، وفي كان في ورا حريقة طفناها وقلنا ما فيش أي حاجة وقلنا ممكن يكون عيل صغير. جينا بعدها بأربع أيام على يوم الأربعاء أو الثلاث أكتر من 5-6 مرات حريقة في البيت تحت وفوق في الدور الثاني في كل حتة حريقة. أنا يوم أوضة الأطفال ديت كنت نايم في الركنة ماشي ومفيش غير أنا. مراتي كانت بتجيب طلبات من بره، دخلت دخلت البيت، الأوضة ديت الشباك مقفول والأوضة مقفولة، باب الأوضة مقفول، لقيت الدخان طالع من الباب. سيبت أنا حماه، سيبت بيتي وقعدت هنا أكتر من 10 أيام. ولع بالليل مفيش ولع بالليل نهائي، هي بتولع بالنهار بس وبعد العصر بالذات، بعد أذان العصر كل يوم تلاقينا قاعدين هنا مستنيين إن احنا نطفي، لغايه ما بقينا نسيب الخراطيم راكبه في الحنفيات عشان نطفوا بيه، محضرين نفسنا. اهلي جوزي بقى كل واحد يجي يسالني يقول لي انت موتت بطاط، سميت بطاط ده، انت فتحت كتاب وقعدت تجري فيه وحضرته ما عرفتش تصرفي، انت كبيتي ميه سخنه في الحمام، كبيتي زيت، يعني احنا سمعنا من البلد حاجات يا ما خلص لحد الواحد مزاج صراحه. البيت ده بيولع لوحده تمام. يعني اول حريقه كان يوم جمعه بعد صلاه العصر، لقينا الشباك بالستاره ولعت لوحدها، كنا شاكين في الاول في الجيران اللي هو الفرن او حد عمل حاجه او رمى سجاره. فالمهم غابت بعد الحريقه دي، غابت يومين ثلاثه بالظبط. بعد اليومين ثلاثه اول ما جينا لقينا السطح بيولع لوحده، عشش بتولع لوحدها، الشيوخ اللي كانت تيجي اللي يقول جن واللي يقول ده سحر معمول واللي يقول ده في اثار تحت البيت واللي يقول ده بترول. فالشيوخ اللي كانت تيجي كانت يعني كده، ده كان كلام الشيوخ اللي كانت تيجي. دي شقه عريس بقاله سنتين متجوز، يعني ده بقاله سنتين متجوز، جميع العفش بتاعه بيت راح، مفيش حاجه، يا دوبك اوضه واحده في البيت كله اللي ما ولعتش، اللي هي اوضه اللي هي بتاعه اوضه الجلوس اللي فيها ايات قرانيه. امال جميع البيت كله زي ما انت شايف، دولاب وسرير لبس اطفال، حريقه في الشقه من تحت، نزلنا برضو ايه طفنا، بس مروت ما نخش ما بتستغرقش بتاع 3 دقايق وتجي مطفيه لوحدها. برضو مثلا الناس كل واحد يروح بيته والبيت يفضى ربع ساعه وثلث ساعه بكتيره، تلاقي البيت ولع لوحده برضو. غبنا على كده ازيد من 5-6 ايام. شيوخ بقى جات ملاش اول من اخر، واقفين قبل كده برضو هنا لقينا الغساله بتولع من نفسها فوق هنا في نفس المنظر اللي انت بتصور فيه ده. الحل من الناحيه الدينيه اللي هو كتاب الله عز وجل، الرقيه الشرعيه، كلنا بفضل الله أهل البيت عندهم إيمان خالص بالله عز وجل، يمكن أهل القرية كلها إن شاء الله في يقين اللي إحنا الأمر ده ما حدش هطلعنا منه غير ربنا سبحانه وتعالى. وبالفعل يعني اجتمع كتير من مشايخ القرية ومخارج القرية وبدأنا بعمل الرقية الشرعية، وبفضل الله عز وجل يعني إن شاء الله في تحسن، إن شاء الله هيبقى في إن شاء الله من عند ربنا خير يعني بإذن الله، إن ربنا يرفع عنا الضر والبلاء ده إن شاء الله. ممكن يا جماعة مهما هنقول للناس، يعني شوفوا إطلاق الأوهام والتحليق بأجنحة الخيال ده، قالوا كمان ده احتمال يكون فيه بترول في ظهر تحت البيوت، يعني إشعال النار في البيوت الأسباب لابد أن تكون علمية وكمان متعلقة بالواقع، يعني بلاش يا جماعة نقعد نعلق ده في الجان ويبتدوا بقى يجيبوا الناس تشتغل لهم في كده، الجن اللي بيولع في البيوت قضية لا تتوقف. تعالوا نروح للناس، الأزهر يخاطبهم والمحافظة والحي يقولوا للناس انه لا ده في أسباب تانية واقعية هنحاول نشوفها. زي ما قلت لكم كان في وقائع الأسباب جنائية لكن عايزين يعلقوها في الجان، وفي أسباب تانية مختلفة متعلقة بتفاعلات التربة والأرض. مش هنتقدم بالدجل والشعوذة ومش هنتقدم بهذه المفاهيم لما بنهتم بيها، لأن كمان لازم لو شوفوا النشأ والأطفال في هذه القرية هيبقى متعلق في أذهانهم أن مصائر بيوتهم ومصائرهم يمكن أن تكون
في عنق الجان ويعيشوا على ده، على هذه الثقافة. بسرعة واحنا بنشوف بعض الصور النهاردة، الرياضة بتتسيس مهما تعمل. جيرونا هي أهم المدن المتعصبة جدا لانفصال كتالونيا، أكثر تعصبا من برشلونة حتى. صادفت اليوم أنه مباراة ريال مدريد وجيرونا كانت هناك، حتى حاكم كتالونيا من جيرونا يعني، وحتى تعمد أن يقوم بجولة في هذه المدينة قبل المباراة. شوفوا التعصب، مع أن الدوري أسباني يعني. شوف جيرونا اللي هي بتقول الانفصال وولعوا في العلم الأسباني ونزلوه على طول. يعني برشلونة ربما قالوا ما تنزلوش العلم الأسباني سيبوه، جيرونا قالوا لا نزلوا العلم الأسباني، متعصبين جدا يعني. ومع ذلك الدوري ده في الدوري الأسباني يعني. اعتبروا النهاردة أنهم فازوا على ريال مدريد، أن ده انتصار للانفصال، وريال مدريد حتى يعني شعر بالهزيمة مرتين، الهزيمة في مباراة والهزيمة على اعتبار أنه ما كانش يتمنى أبدا أن يهزم في جيرونا الأكثر تعصبا للانفصال. دي بعض الملامح والصور. تعالوا نشوف الاعتداءات اللي احنا بنجيبها لكم في المدارس. هدفها ان المثلث، علاقة التلميذ وولي الأمر والمدرس، وعلاقة التلاميذ ببعضهم البعض، وعلاقة المدرسين كلها في خطر، وأدت إلى الانهيار اللي احنا شايفينه يعني. شفنا في البداية اعتداء تابعناه معاكم، تلميذ على مدرس، وبيحصل العكس، مدرس على تلميذ. هنا طالب، تخيلوا، بيدبح طالب تاني بالقطر. القطر ده يعني بالظبط يعني ربما حتى أكثر مفعولا من السكينة يعني. مشهد مؤسف يحدث ذلك في مدارسنا. لا يكاد يهدأ العنف بين الطلاب حتى يطل من جديد. فأمام إحدى المدارس الزخرفية بالبحيرة اعتدى طالب على آخر بآلة حادة. حصل اني كنت واقف يوم مدرسة ويا واحد بقطر مش عارف مطوة وضرب لي في رقبتي وطلع يجي. بس طلعت انا واصحابي رحنا المستشفى، والمدير بعدها بشوية كده حصل ان هو من المدرسين وبس. العيل زميله ضربه بقطر في داخل المدرسة، ماشي، فطبعا سابوه وارجان في دمه. فالطلبة بتاعته جات، الطلبة اللي هم زمايله جم وخدوه ودوه المستشفى الألماني. فده ما ينفعش، لا في امن في المدرسه ولا في اي حاجه في المدرسه خالص. العيال بتروح المدرسه بتبوظ والله. انا عن نفسي مقعده ابني من المدرسه، انا مقعده ابني من المدرسه عشان بيروح عراك وبهدله ويضربوا بعض وبهدله وقله ادب. كل ده عشان ما فيش خوف، ما حدش خايف من المدرسين، ما فيش حد خايف من حد، وكله بيرفع مطاوي وكله بيخش باسلحه، وحتى العيال بتخش تبيع حاجات يعني ما ينفعش انها تنباع جوه المدرسه، ممنوعات يعني، كلام من ده. طيب فرع عند البوابه، فانا وانا واقف لقيته واحد جاي ضربه بالمشط في رقبته ومش طلع يجري، وزمايله طلع يجري وراه، فخدناه ورحنا بيه مستشفى. المدين مش حكم على المدرسه، بالعيال بيدخلوا بكتوره وبيشربوا سجاير وما بيحكمش على حد وسايبنا براحتنا. ناس ياما حصل معاهم كده وجوه وبره وكده، وانا سايب ياما مطاوي وسكاكين كل حاجه في المدرسه عندنا الزغرفيه. مشاهدينا نحييكم من جديد. بعد قليل هنستقبل الفنان الكوميدي الكبير الأستاذ أشرف عبد الباقي، وهنتكلم معاه في قضايا مختلفة. ما زالت الكوميديا سلاحا نستخدمه وسنظل نستخدمه لمواجهة أزماتنا ومشاكلنا. إخلاء البيوت والعقارات لأسباب متعلقة، أي أسباب يعني، هنخلي. طيب لما هنخلي، هل العائلات بأطفالها بنسائها بكبارها نلقي بهم في الشارع؟ معقولة يا جماعة لا توجد منظومة إنسانية واجتماعية
تتعامل مع هذه الأزمات لما تشوف شكل الأطفال اللي هنشوفه ده بعد قليل يعني، وهم نايمين في الشارع، ده حتى بالتعبير الشعبي دايما نقول عليه ده لحمنا يعني، لحمنا، ازاي نسيبهم كده في الشارع؟ والقضية مش قضية بس بقى يعني، هقول الحكومة ماش تخلت عن مسؤوليتها، المحافظة تخلت عن مسؤوليتها، طب المجتمع كان زمان الناس ما تسيبش ده أبدا، طب حتى أعضاء مجلس النواب فين؟ اللي هي تدخل الفيوم اللي هم نواب في الفيوم يعني، مشهد مؤسف يا جماعة جدا، ناس نايمة في الشارع. نعم تم إخلاء بيوتهم، تم إخلاء عقار، أقوم أسيبهم في الشارع؟ يعني كل ما نطالب به البحث عن منظومة إنسانية اجتماعية سريعة تلقائية ما تاخدش وقت، لأن عيب قوي عار علينا إن احنا نسيب أطفال وستات نايمين في الشارع، هيكونوا نهبا للذئاب البشرية وهيكونوا نهبا للصوص والمجرمين. وبخلاف كده المشهد نفسه مش محتاج ان انا استحث واستثير فيك النخوة والشهامة للجميع يعني. تعالوا نشوف المشاهد اللي ايضا بنشوفها كثيرا المتعلقة باخلاء شقق، اخلاء عقارات، القاء الناس في الشارع بلا اي سقف أو ضمانات إنسانية واجتماعية. على مدار أيام افترشت هذه الأسر أرصفة أحد شوارع الفيوم بعدما تهالكت أجزاء من ذلك العقار، ولم يبق لهم إلا أمل وحيد، استجابة من مسؤول ترفع عنهم ما هم فيه من البلاء. كل حي بنزل بالله عليه، دي أختي الكبيرة يعني، أختي وقاعدين معاها بنجي نقعد معها، ملناش حد إلا هي وربنا، واخده ما عندها ست كبيره ملهاش مكان. اللي حصل يا بنتي احنا كنا قاعدين فوق وبصنا لقينا البيت سقط كده وحده كده سقط، اتخرعنا وطلعنا نجري على هنا حاجتنا بحالنا بمالنا كده، وانا جروني العيال قعدت هنا وما اعرف اشيل ولا اعرف احط يا بنتي، ما اعرفش اعمل حاجه. انا ساكنه في الدور الرابع بس عايزين يتفتح الباب ده عشان معانا بنات بنوت على وش جواز وما نقدرش نخليهم في الشارع. ثلاث ايام الليله هننام فجاه تاني، بننام بنزلق بعض بناخد البنات في حضننا وبنغطيهم بهدومنا. حسيت بحاجه بتخبط زي انفجار كده، فرحت جاري على العيال مصحيهم بصوت في البيت، ورحنا جارين على الشارع انا وبناتي. عايزه حد ينظر لنا بعين الرأفة ويشوف يحل لنا اللي احنا فيه ده. خايفه مش عارفه تناموا طبعا في الشارع. فين النوم حضرتك؟ فين النوم ده؟ هم ساعتين واحنا قاعدين والباقي قاعدين بنحرس الاطفال، خايفين حد يروح للبوتاجاز، خايفين حد يروح شمال يمين، كل ده وانا معايا اطفال صغيره يعني مش هتحكم فيهم. بقالي 3 ايام ما رحتش المدرسه، مش عارفين نذاكر في الشارع ولا عارفين ننام ولا عارفين نعمل حاجه اصلا، هدومنا كلها فوق بتاعه المدرسه، هنروح فين؟ بس مش عارف اذاكر، مفيش نور اشوف منه، مش قاعدين في الشارع مش عارفين نذاكر. نفسي اروح بيتنا اكل في بيتنا، مش عاوزه اقعد في الشارع ولا اكل في الشارع. بنتي ما بتروحش المدرسه من يومها كده، ومش عارفه اروح فين ولا اجي منين، انا مش من هنا. احنا من يوم الاثنين كده في الشارع، لا عارفين نروح شغلنا ولا عارفه اغير هدومي زي ما انت شايفه كده، واحنا كل ما نتكلم الناس بقى اللي يجيب لنا مفرش، اللي يجيب لنا حاجه نقعد عليها. يا استاذ وائل انا يعني بشكرك جدا ان انت استمنت بينا وبعت لنا يعني، بس عشان خاطر ربنا يعني بعت لنا اي حد مسؤول يشوف ان احنا مرمين في الشارع بقالنا 5 ايام على كده. شوف المشهد، الست الكبيرة اللي بتشوفها دي هي ممكن تكون أمك وأمي يعني،
والأطفال ممكن تكون بنتك وبنتي، هل أنت تقبل أي حد يقبل يا جماعة إن بنته تذاكر كده في الشارع؟ المشهد مؤلم يعني، تتعلم كده بالشكل ده يعني مشهد لا يحتاج إن أنا أقعد أتكلم فيه علشان أستثير همة المسؤولين أو النواب أو المجتمع حتى. تعالوا شوفوا المشهد، البنت قاعدة إزاي، وشوفوا الأطفال وحبهم للحياة وللتعليم في مجتمع عاوزهم يقعدوا وسط الأطلال بهذا الشكل، وسط الخراب والدمار يعني. ما نساعدهمش في إنهم تعالوا نجد لكم سقفا، تعالوا حتى سقف مؤقت، وحتى الجمعيات المعنية بالطفولة يعني. طب يعني خدوا الناس قعدوها في أي مكان يعني، طالما هنشوف إيه الآلية التلقائية الإنسانية والاجتماعية اللي تعفينا من مشاهد مؤلمة بهذا الشكل، بتدمر أطفالا وتحطم عائلات. ده أخطر من البيت اللي بيقع. هنا أنت بتعمل شرخ نفسي داخل الأطفال والعائلات بهذا الشكل. الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، سيادة المحافظ أهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك استاذ محافظ. يعني كيف نتعامل مع مشاهد من هذا النوع؟ يعني انا بس عايز اوضح الامور شويه. اتفضل. القصه دي بقالها ست ايام، مش بقالها شهر او اتنين. ابتدت انه في بلاغ انه في اجزاء من عقار بينهار. كان المفروض اللي حصل على الفور ان جهاز المدينه اتحرك واخلى اخلاء اداري، ثم لجنة المنشآت اللي هي بتعين المباني الآيلة للسقوط راحت فحصت عشان تشوف العقار ده صالح للترميم ولا لازم يزال. اللجنة قررت انه لازم يزال حرصا على أرواح المواطنين. مفيش حد من الأسر اللي كلمت حضرتك دي تقدمت بطلب، هم غادروا المكان وقالوا هم هيتصرفوا عند قرايبهم عند بشكل ما، لأنه العقار ده فيه ست شقق، أربعة من الشقق دي ورثت العقار نفسه. يعني أربعة من الست أسر دول هم أصحاب العقار، وفي اثنين مستأجرين. ومع ذلك النهاردة تم توفير أماكن بديلة لهم في مساكن إيواء. أيوة، ما هو اللي أنا بقول على أصل مش ممكن يا سيادة المحافظة أنا هستنى يعني هل اللي نايمين في الشارع اللي لجأوا لنا هيقدموا يعني مشكلتهم أنهم لم يقدموا طلب؟ أمال لجأوا لنا إزاي؟ طبعا هم كان المفروض عليهم يتوجهوا، اللي عنده مشكله بيتوجه للمسؤول سواء. والله يا سياده المحافظ انا لو شفت الاطفال دي، انا لو شفت الاطفال دي وانا شفتهم مش هسيبهم، هقول لا. انا في عنقي. اسمع الراي يا فندم. طب انا بسمع يا سياده المحافظ. هذه العقارات موجوده في كل محافظات مصر، عمارات قديمه جدا من 40 و50 سنه. كل ده مفيش فيه مشكله. ما انا موافق حضرتك على كل ده. خليني اكمل اخر يا فندم. اتفضل. مفيش دوله في العالم تستطيع اتاحه شقق واماكن لمثل هذه الاسر، نتفق على هذا. احنا بصعوبه شديده، مفيش شقق فاضيه يا فندم، مفيش شقق. احنا بصعوبه شديده قدرنا نوفر ست شقق لهذه الناس في خلال خمس ايام. وهيستلموها بكره الظهريه ان شاء الله الساعه 3 يتوجهوا لمجلس مدينه فيوم عشان يسلموهم شقق الايواء، مقر مؤقت ليهم. طيب ما انا عشان كده انا قلت يا سيادة المحافظ آلية تلقائية إنسانية اجتماعية حتى لو مؤقتة، إنما ما سيبش الأطفال في الشارع هيكسر نفوسهم. ما حدش سابهم يا فندم، ما حدش سابهم، دي أيام يا فندم. والله ولا يوم يا سيادة المحافظ، والله ولا يوم. حضرتك مفيش دولة في العالم تستطيع توفير شقق. ما أنا ما قلتش دولة بس، أنا قلت حتى مجتمع قلت. بس المحافظة لو عايزة تلاقي مكانا مؤقتا لمدة أسبوع أسبوعين. لا يا فندم، إحنا مش هنديهم أسبوع أو أسبوعين، إحنا هنديهم مهلة لغاية ثلاث شهور، لغاية يكون في وضع تم بقى العقار هيبتدي ينهد، أصحابه اللي هم الورثة اللي عندهم أرض هيبنوا مكانها، إحنا هنوفر لهم مش أسبوع، ثلاث شهور، ثم هنسمح لهم إن شاء الله هيدخلوا مع الناس المختصين ياخدوا حاجاتهم ملابسهم أدواتهم ينقلوها في المكان الجديد. وأعتقد ده يعني حل في وقت قصير جدا، وبنحل مشكله قد نتعرض ليها وما نلاقيش شقق. احنا في عندنا معسكرات ايواء، بس حضرتك عارف معسكرات ايواء واحده فينا على الشتاء والتلاميذ في المدارس ما بتبقاش مناسبه قوي، فكنا نجحنا في خلال
خمس ايام نوفر هذه الشقق للناس ويستلموها غدا، اعتقد ده شيء يعني مجهود جيد، وان شاء الله ربنا يسهل نساعد اي حد. بس انا كان نفسي انهم الناس زي ما توصلوا مع حضرتك، وطبعا الاعلام بيساعد، انهم كانوا يتوجهوا الينا مباشره. انا سيد محافظ مش هطلب من الضحيه، ما انت عارف التعامل يعني مجايز جمعة عند المحافظه اغلقت الابواب في وجوههم زي ما هم قالوا، مش لاقيين حد. لا يا فندم، انا سامع الكلام اللي هم قالوه، ما حدش قال انه جه المحافظه اغلقت ابواب. وبعدين هو حضرتك نقطه ثانيه للتوضيح، ده ما تمش توفير الشقق دي النهارده، ده احنا شغالين عليها من تاني يوم الاخلاء عشان نوفر لهم الشقق دي، ست شقق يستلموها غدا ان شاء الله. خليني يا استاذ محمد عبد الله، سياده المحافظ معانا اهو، قال انه غدا ان شاء الله هيتم توفير شقق لكم يعني، وبقول لمشكلتكم ان انتوا ما قدمتوش طلبا يعني. اتفضل. تمام يا فندم، تمام يا فندم، احنا سعادتك شاكرين سعادتك وشاكرين افضل سعادتك. ان شاء الله تتحل المشكله، وان شاء الله تتحل بشكل تلقائي بعد كده على مستوى كل محافظات مصر، ان تكون في مؤسسات تضمن ده يعني، ان انا ما اسيبش الاطفال كده في الشارع بشكل تلقائي انساني اجتماعي وبسرعه، ما يقعدوش ساعه في الشارع يعني. اتمنى ان تكون في مؤسسات بديله لحل هذه الازمه. بشكرك سياده المحافظ، الف شكر، وبشكر الاستاذ محمد. المشهد يا جماعه موس، لان بنشوفه كثيرا، وزمان كان الناس ما تسيبش ده، ما هو ده كان في نهاية جارك يعني، طب تعالى اقعد جنبي. وطبعا الناس بسبب مشاغلها وانشغالاتها، وبسبب كمان ان بيوتها ضاقت عليها، ممكن اللي بيحصل في المجتمع، لكن ازاي يبقى فيه آلية تلقائية انسانية تخلينا تعفينا من ان الاطفال يقعدوا حتى يوم. سيادة المحافظ بيقول هي بقى لها ست ايام كتير ان انا اسيب الناس بهذا الشكل، لكن مع ذلك هنتابع غدا هيتم تسليم المشهد اللي هتشوفوه ده. كمان مدرسه يعني دايما كنا ندخل، طب فين حوش المدرسه؟ طب الحوش مش موجود. طب فين الاسوار بتاع المدرسه؟ هتشوفوا الطابور المدرسه وبتدخل عربيات في النص كده، مساء الفل يا معلم وبتاع، هتلاقوا مش ممكن ابدا مشهد لا يمكن ان تجده الا في مصر. معاناة طلاب مدرسة أبو بكر الصديق بمركز أبو كبير بالشرقية تتجدد كل يوم نتيجة لعدم وجود سور بالمدرسة، فمنذ إنشائها ومعاناة أولياء الأمور تتجدد أيضا، خوفا على أولادهم من السيارات والمخاطر التي يتعرض لها أولادهم نتيجة لعدم وجود سور بالمدرسة. المدرسة دي من سنة 90، من ساعة ما أنشأت وما فيش لها حوش زي ما حضرتك شايفة كده، وعلى البحر العيال كانت بتقع في البحر دوت، وعشان كده عملنا شويه الشجر ده عشان العيال تسند عليه. ومشكله دلوقتي مشكله السور، مشكله الفناء، احنا بنعاني اشد المعاناه كل يوم، كل يوم بنعاني هدم عليه من الناس، من المره، من التفاطف، تكاتك، من العربيات، من سوري في اللفظ المواشي، كله بيعدي. والحل بسيط جدا جدا جدا. احنا الطابور عندنا هنا بنعاني فيه معاناه شديده جدا، بيجي اولياء الامور عندنا هنا عايزين يعدوا اثناء الطابور، ومفيش احترام لادميه الطلبه ان هم يبقوا موجودين في الطابور، او ان هم ياخدوا راحتهم في الطابور. زي ما شفت ممكن اي طالب يتعور، او ممكن عربيه تعدي تخبط طالب، او موتوسيكل يعدي يخبط طالب. والمشكله ان الناس اللي بتعدي بتبقى اولياء امور طلبه، انت مستاذنهم حوالي مثلا 5 دقائق لما الطابور يعدي، او الموقف اللي ان الناس دي تعدي. دي استحاله تكون مدرسه، لا في طريق ممهد ولا في سور ولا في حوش على الاقل الطلبه تمارس فيه انشطتها. طابور الصبح احنا بنعاني اشد المعاناه، ومفيش حد واخد باله مننا نهائي. يعني لو عيل حصل له حاجه في الصبح احنا اللي هنشيل المسؤوليه. عربيات بتعدي كل يوم، مشاكل مع السواقين، مشاكل مع الناس الاهالي اللي بتعدي، رغم ان هم اولياء امور الطلبه اللي موجودين عندنا. طبعا ومن الناحيه الثانيه ورانا ترعه، فاحنا مش عارفين نعمل ايه. طبعا احنا نفسنا ان على الاقل مش بعيده عن المسؤولين ان هم يشوفوا لنا يخصصوا لنا قطعه ارض خلف المدرسه تعمل فناء نقدر ان احنا نعمل طابور الصباح فيه. احنا هنا بنعاني من مشكله ان مفيش سور زي ما حضرتك شفت، يعني حال العربيات والطلبه في غير امان، وممكن بيحصل مشاكل كتير.
احنا كل يوم خناقات في الطابور، والناس اللي معديه بتتخانق مع المدير، وكل يوم خناقات ومش بنعرف ناخد نشاط ولا تربيه رياضيه ولا اي حاجه. كنت هدس بالمكنه واحنا واقفين في الطابور، كانت رجلي هتكسر. نفسنا نكون زي المدارس اللي على مستوى محافظه الشرقيه اللي هنا، زي اي مدرسه احنا كنا فيها كلها حوش. طبعا يعني احنا يا جماعه لما بنناقش هذه المشاكل، يعني لما جبنا اللي هي مدرسه بلا مدرسين، محافظ كفر الشيخ اللواء سيد نصر على الفور في اليوم الثاني اتصل بينا وقال خلاص تم حل المشكله. واحنا الحقيقه ما بنسلطش الضوء على المشكله، يعني لطمن للخدود لا، انما في محاوله للبحث عن حلول. لا كمان البلد اللي كان الاطفال فيها بينتقلوا من خلال ماسوره، شفنا المشكلة دي. كمان اتصل بينا المحافظ، محافظ كفر الشيخ في اليوم التالي على طول، وقال خلاص تم اعتماد المبلغ لإنشاء كوبري. وبالتالي هنا أتمنى في دي في أبو كبير شرقية إن المحافظ يشوف إزاي. شوفوا المشهد يا جماعة، طابور هنا والعربيات بتعدي في النص. طب هنا الطفل يتعلم ازاي؟ يستوعب ازاي؟ يعني انا خلاص معضله ان انا اعمل له سور واقفل له، يتخيلوا الناس ده طابور المدرسه. لا وفي مشهد كمان كان بيعدي، لو تجيب لنا كمان يا جماعه، ده ليس مقبول. اصلها حاجات بسيطه جدا لكن عائدها كبير جدا. يعني انت تتخيل انها قضيه تافهه. لا شوفوا عشان العربيه تعدي، ده الطابور، تعالى ضم شويه. مش ممكن. اولا ده يعمل حوادث، ثانيا نفسيا وعصبيا هيتعلم ازاي التلميذ اللي انا بقول له ركز. وحاجه بسيطه جدا، اشوف ازاي اعمل لهم سور واعمل لهم حوش فناء مدرسه بعد أن ماتت المدارس في مصر. هنطلع فاصل ونستقبل الفنان الكوميدي الكبير الأستاذ أشرف عبد الباقي، وهنشوف التقرير ده كمان وإحنا طالعين على الفاصل. إيه اللي حصل في المجتمع المصري كمان؟ عيلتين خلاف، ده عنده فرح وده عنده ميتم، الناس حتى كانت تراعي بعضها البعض. يعني تم إشعال النار في 10 بيوت ومقتل سيدة. ايه اللي بيحصل؟ ما الذي يحدث في المجتمع المصري؟ حسب الله نعم الوكيل فيهم، حسب الله نعم الوكيل فيهم. عداء وقع بين عائلتين في احدى قرى الشرقية تسبب به أن تصادف ميتم وعرس في يوم واحد، فما كان من أصحاب العرس إلا أن أجلوا عرسهم إلى ما بعد 40 المتوفى. بعد لما 40 حد عمل الناس حبوا يعملوا فرح ويفرحوا ببنتهم، فبيزفوا الحنة فلجوا الناس دول طالعين عليهم بالطوب. فزجلوا الطوبة فإجت على رأسها هنا، حرام، دي عائلة، دي لسه صبية. البنت واقفة قدام بيتها بدون أي ذنب خالص، ففي نزل حجر طوب من فوق على راسها فراحت الجامعه، وطبعا اتوفت امبارح. الدم كان غرق البرنده، وكان الدم يعني مش هقول لك الدم كان عامل ازاي. احنا ذنبنا ايه؟ طب احنا اصلا مش لنا خصم اصلا، ولا لنا دعوه بيهم اساسا، ولا احنا في الشكل معاهم، ولا ليه هم يزجلوا ناحيتنا طوب؟ يعني يخلوا واحده زي دي عيالها يتيتموا من بعدها كده ليه؟ حرام حرام حرام، عيالها ينحرموا منها لسه عيالها صغار. انا مش هردهم منه، انا المغضوبين اصلا اللي خبطوا بني ادم كده بالطريقه البشعه دي اصلا حرام حرام، والله العظيم حرام اللي بيحصل ده، حرام حرام. احنا عايزين حق الوالدين. ذهبوا ليدفنوا فقيدتهم تزامنا مع اشتعال حرائق ببيوت العائله التي كانت تقذف اصحاب العرس بالحجاره. الاغرب من كده انه هم بيدفنوا، البيوت ولعت. طيب مين اللي ولع في البيوت؟ هم اللي مولعين في بيوتهم. طب ليه وعشان ايه واسبابهم ايه؟ هم اللي بيولعوا في بعض، احنا كانوا بيدفنوا في لحمنا وهم اللي بيولعوا في بعض. طبعا الناس اللي اتخذت النهارده ملهاش ذنب،
لان العرب مساوئهم كتيره ومشاكلهم في البلد دي كتيره. هم اللي ولعوا في بيوتهم علشان حق بنتي روح الشهيده اللي عندها 25 سنه وسايبه طفلتين معها. مش لهم يقعدوا في بلدنا اصلا، مش لهم اصلا يقعدوا في بلدنا. ليه هم قاعدين حدنا يموتوا فينا؟ يطلعوا من بلد احنا مش قد عاوزين. ربنا ينتقم منهم يا رب، ربنا ينتقم منهم اللي يتمايا الغلبه زي دول كده. الفنان الكوميدي الكبير أشرف عبد الباقي، حالة خاصة على المسرح الآن، تياترو مصر ومسرح مصر فوجئت بيه، حتى بيقول لي أنه غدا هيعملوا المسرحية 92، عدد كبير من المسرحيات. الحافي يختلف عليها البعض، اللي بيأيدها بيقول الفن جزء كبير منه للتسلية وللمتعة، ان انا استمتع، وكمان طب ما هذه التجربة ادت الى صعود عدد كبير من النجوم، اصبحوا نجوما الان يعني. لكن اللي بيختلفوا معاها يعني عندهم بعض التعبيرات، يقولوا ده اسفاف، واحيانا يقولوا ابتذال، واحيانا يقولوا مسرح افهات. بغض النظر من يؤيدون من يتفقون، لكن خلونا واحنا بنقيم هذه التجارب الفنية نقيمها في إطار موضوعي، وده اللي هنحاول نعمله مع الأستاذ أشرف عبد الباقي الفنان الكوميدي الكبير. أستاذ أشرف أهلا بيك. أهلا وسهلا. بلاقيك بتغضب شوية من النقد، ملاحظ ده عندك في الأيام اللي فات، هل لانك شفت شويه ان البعض ليس موضوعيا في توجيه الانتقادات؟ لا انا ما بغضبش خالص. خالص؟ لا خالص. طب كويس. لان اي حد من حقه ان هو ينتقد. وخاصه لو هو حد دي شغلته. لكن لو حد مش شغلته هغضب منه ليه؟ بالعكس، انا يمكن حتى النقد يوم ما بدانا في الشغلانه، والنهارده احنا بنتكلم في 30 سنه، من 30 سنه كنا بنستفيد من النقاد لما كانوا بيكتبوا نقد، ومن قبل ال 30 سنه. 30 سنه تجربتك انت في التمثيل. الاحتراف. يعني بتحسبها النهارده 30 سنه تحديدا؟ 30 سنه يعني من 87 ل 2017 30 سنه. قبلها كمان يمكن انا كنت مهتم بالفن، فكنا بنقرا نقد مثلا عن فيلم ما قبل ما اشوف الفيلم، فبقى عارف مين الناقد اللي كاتب، ولما بدخل الفيلم بشوف الفيلم من وجهة نظر الناقد. يعني ما كان بيحلل أداء ممثل أو بيحلل مشهد ما، كان ده بيزيدنا أنا ثقافة فنية، عشان لما أدخل العمل بشوفه بوجهة النظر بتاعة الناقد الدارس الفاهم الواعي. أو العكس، لما أشوف الفيلم وبعدين أقرأ نقد عليه بشوف أنا تحليلي للفيلم كان صح ولا غلط. أنا كنت شايف يعني، خلوني أشوف صورة النقاد وقتها المهتمين والدارسين والواعيين لهذه المهنة. ده أنا بتكلم على مهنة النقاد، ماليش علاقة لسه بأي رأي لأي حد بحترمه طبعا، لكن كانوا بيخلوني أشوف الفيلم من وجهة نظرهم ومن خلال دراسة، فأقدر أحلل المشهد، اللون البنفسجي مع مشهد الموت إدى إحساس إيه. أنا ممكن كمتفرج عادي أحس إنه فيلم حلو، بس مش عارف هو فيلم حلو ليه. فالناقد خلاني افصص الفيلم واعرف هو حلو ليه. اوكي. فدول اما من الاول خالص احنا وبالتالي انت يعني هنا ممن يستفيدون من النقد ولا يعادونه حتى لو جاء عليهم يعني. طبعا طبعا. بالعكس، لما واحد يجي مثلا ناقد ويجي يقول اشرف اداؤه في العمل الفلاني كان اداء مكرر، لان انا شفت له عمل شبه هذا العمل، فانا ده انا ممكن ده يفوت عليا وانا شغال. لكن يخليني ابقى اوعى في المرة اللي بعدها وهكذا، او ان هنا المشهد ده ما ادهوش بشكل كويس واللي كان عايز يبذل فيه مجهود وهكذا. يعني عن ان حد ده وحش، يعني ايه؟ طب وحش ليه؟ يعني الاخراج مش عاجبك، التصوير مش عاجبك، السيناريو كان فيه مشكلة، ما دي كلها عناصر للعمل نفسه يعني. طيب قلت لي ان بكرة هتعملوا المسرحية 92. تعالى نقيم كده يا استاذ اشرف، لما يعني عملت هذه التجربه اكيد يعني كان عندك هدف، واكيد كمان كنت عارف انه ربما تواجه انتقادات فيها، لان
يعني هنا اعتقد كل اسبوع كان بيبقى فيه مسرحيه او اتنين، يعني مفيش ورق مكتوب قوي، كله بيعتمد على الكوميديا الارتجاليه. طيب وانت بتعملها قلت انا هعملها ليه؟ قبل ما اعملها عملت 14 مسرحيه، منهم مسرحيه بلو والحادثه وشبوره ومش مسرحيات كتير. كان اي مسرحيه من دول بتبقى ورق مكتوب، مؤلف كاتب ورق، بنعمل بروفات 3-4 شهور، ونيجي قبل العرض بثلاث ايام 4 ايام، كل واحد بيشتغل على دوره. بيشتغل على دوره يعني ايه؟ يعني مثلا مسرحيه زي بلو مكتوبه، دوري بالكامل عباره عن ارتجال. مفيش مسرحيه ما عملتهاش ما كانتش ارتجال، مش انا لوحدي، انا وكل الفنانين اللي من جيلنا والاجيال اللي قبل كده. يعني النص المكتوب، نعم في نص مكتوب، لكن انت بتعدل فيه وترتجل فيه يعني. طبعا طبعا. هات مسرحيه زي بلو انا دوري بالكامل ده ارتجال، هات مسرحيه زي حزمني يا هنيدي دوره بالكامل ده ما كانش مكتوب منه كلمه. اول دور اعمله كان خشب الورد، وكان مسرحيه لعلي سالم وهاني مطاوع الله يرحمه. اوكي، دوري بالكامل مكتوب على الورق، حاضر يا فندم. بقى حوار مرتجل بيني وبين الاستاذ عبد المنعم مدبولي مدته ساعه الا ربع. ساعه الا ربع دول استاذ علي سالم جه اتفرج على المسرحيه وقال لي انا كاتب تمام يا فندم. الدور بالكامل الناس بيموتوا من الضحك، من الشخصيه بتاعت عسكري الامن المركزي اللي بيقابل الراجل اللي هو عبد المنعم مدبولي وبيرتجل معايا يوميا، لدرجه المشهد مشهد كامل كان 10 دقائق بقى ساعه الا ربع. الحوار المرتجل ده لو احنا رجعنا لاصل الحكايه مثلا، ممكن تلاقي حد بيقول ده مش مسرح. لا، هو ده مسرح، بس مسرح مختلف عن المسرحيات اللي احنا حتى كنا بنعملها. ومسرح مختلف عن المسرحيات العالميه او المسرحيات العربيه اللي برضو كنا بنعملها. فما نيجي نقول كوميديا الارتجال او كوميدي ديلارت، كوميدي ديلارت ده تاريخه من امتى؟ ده 1920 في العشرينات ظهر في اوروبا وبعدين اتنقل لنا. مين كان محترف كوميديا الارتجال في مصر؟ كان علي الكسار ونجيب الريحاني. نجيب الريحاني اول واحد، اول فنان يعمل كراسي في المسرح. كان قبل نجيب الريحاني الناس بيعرضوا في كباريهات، يعني كان زي كازينو بديعة مصابني، كان نجيب الريحاني نفسه بيقدم فيه فقرات، او اسماعيل ياسين بيقدم مونولوجات، او مين بيعمل سكتش. بس الناس قاعده على ترابيزات، على ترابيزات وخمره قدامهم وبتاع. اول واحد يعمل كراسي كان نجيب الريحاني. انا بتكلم في حاجه حقيقيه، حاجه تاريخ. كان في كوميديا الارتجال وقتها بدايه ظهور حاجه اسمها الرقابه، لان كانت الحكايه مفتوحه، كانوا بيقعدوا ناس في الصاله يردوا عليهم، وهم وكانوا بيعتمدوا يعني واحد يقول له مش عارف ايه فالتاني الصاله يردوا عليهم اشمعنى كذا. ده موجود. وكان في واحد اسمه حمامه العطار كان مشهور بالحكايه دي في مسرح اللي هو بتاع رود الفرج، يعني مسارح رود الفرج دي كان فيها كوميديا الارتجال او كوميدي ديلار، كان لعبه الارتجال ولعبه التفاعل مع الجمهور اللي هو الحائط الرابع ده اللي بعد كده اما عرفناه اللي هو بتاع بروتولت بريشت او بريخت، ده اللي كان بيكسر الحاجز الرابع ما بين الممثل وما بين الجمهور. تمام. تصدق دي ماده بتدرس في المعهد اسمها الارتجال وفن الارتجال. فن الارتجال ده ماده بتدرس، مش اي ممثل يملك القدره على الارتجال. بس هل يمكن ان تكون مسرحيه كلها قائمه على هي الارتجال؟ هي كانت كده. انت متخيل اجيبك اقول لك انت ظابط وانت حرامي وانت صاحب الشقه، اطلعوا دلوقتي اعملوا مسرحيه؟ ده اللي كان بيحصل قبل كده. تمام. او انا باجي اما حتى عملنا المسرحيات زي بلو وزي غيرها اللي احنا عملناها، كان بيحصل ايه قبل العرض بيومين ثلاثه؟ انا عامل المؤلف اللي في مسرحيه بلو. طب المؤلف ده هيقول ايه؟ نقعد نشتغل على بيقول ايه، وهيطلع يقول انا اللي كتبت كذا وانا اللي عملت كذا وانا اللي مش عارف. لو ما خدش ضحك ايه اللي هيحصل؟ تاني يوم بيتغير. طب ابتدى يلمس ويعمل ضحك مع الناس، تالت يوم يتغير. دي اللعبه اللي انا لعبتها في اساس الفكره بتاعت المسرح اللي كل اسبوع مسرحيه. طيب هنا يعني لو البعض شافها طبعا اللي وجهوا انتقادات لها وشايفين دي يعني افيهات، وكمان مسرحيات ما تعيش، يعني ما تيجي تشوفها بعد 5 سنين انت بتعمل افيهات على شخصيات موجوده على الساحه دلوقتي وعلى احداث موجوده على الساحه دلوقتي، لكن بعد 5 سنين تفاعل الناس معاها يعني اولا ما بتعيش، ثانيا
هيقول لك انها قائمه على افهات مصنوعه بتتقال على الاهاوي يعني، وانه ده مش مسرح يعني. ده راي بعض الناس اللي انا هقول لك يعني وجهات نظرهم. هو اولا ما بتعيش ده قرار ولا ده ايه يعني، ده تنبؤ؟ يعني مثلا لما تطلق افيه عن لعيب موجود دلوقتي مثلا بعد خمس سنين سبع سنين محدش فاكره يعني. هي اكتر حاجه ما تعيش الاعلانات. لو في اعلان بيتقال في مسرحيه لو بعد سنه جيت اتفرجت على المسرحيه مش عارف ده بيقول ايه. لا انا يمكن اتفاجئت يمكن من يومين كده، كنت بتفرج على فيلم البدايه بتاع لمين الرملي، وطبعا استاذنا صلاح ابو سيف واحمد زكي. احمد زكي طبعا ويسرى فيلم تحفه. فلقيت فيه جمله لقيت ولادي بيسالوني عليها، هو كان اعلان ففي زمن الفيلم اللي هو سنه 88 كان في اعلان مشهور جدا ماشي، هم مستعينين بالاعلان ده في الفيلم. النهارده اللي بيتفرج ومعاش وقت 88 ومعاش الاعلان بيتوه منه الموضوع، مش فاهم هو ايه المقصود بيه يعني. تمام وهي دي خطوره الحاجه اللي هي وقتيه، او مثلا زي جون جه في ماتش مش عارف ايه فعلقنا عليه في مسرحيه. الناس هيضحكوا النهارده بس 90% من مسرحك كده. لا مش 90% لا مش الدرجه دي. يعني 90% اعلانات واحداث. لا شخصيات يعني، مذيع، فنان، لاعب كره، موقف وقتها. طبعا طبعا بعد سنه 2 3 ممكن تلاقي فيه البعض لما يشوف ده يقول لك ايه ده وبيتكلموا عن ايه. على فكره لو رجعت للمسرحيات التجاريه اللي كانت شغاله بدايه من السبعينات والثمانينات، لو اتفرجت عليها النهارده هتلاقي فيها ده، هتلاقي فيها ده. وده خطورته ان هو ده بس اللي ما بيعيش، لكن بقيه المسرحيه عباره عن في عظم. مش معنى ان في ارتجال ان ما فيش عظم، لا، في عندنا موضوع ليه بدايه ووسط ونهايه. اوكي موضوع بسيط ما بنتفزلكش فيه، ما بنقولش، ما بندعيش ان احنا بنعمل مواضيع، لكن احنا او انا بدعي ان احنا بنقدم وجبه خفيفه للمتفرج الهدف منها هو الضحك، والضحك من اجل الضحك. لكن هل بسهوله نوصل لحكايه الضحك من اجل الضحك؟ دي حكايه صعبه قوي. ومعظم اللي بينتقدوا بعيدا عن النقاد المتخصصين ما يقدروش يوصلوا للجزئيه بتاعه الضحك من اجل الضحك دي. الضحك من اجل الضحك طبعا. يعني عموما انا يعني اذا بتسالني انا هستمتع جدا، وانا جزء كبير من دور الفن ان انا استمتع. وحتى التسليه ليست تهمه يعني، واللي داخل المسرح داخل حتى يزيح اعباء عن كاهلي، ويقول لك انا عايز اقعد ساعه كده افصل فيها واضحك كويس قوي. لكن تعال لو شفنا بعض وجهات النظر المختلفة ومن فنانين يعني، وحنتعامل معها أيضا بموضوعية. أستاذ أشرف يعني ده ملخص، وفيهم طبعا عمالقة مسرح يعني أستاذ جلال الشرقاوي، أستاذ سميحة أيوب طبعا. بتسمع ده بتغضب وتنفعل، ولا تقول يعني هذه وجهات نظر أحترمها ويمكن أن أنا أرد عليها يعني؟ لا وجهات نظر احترمها طبعا يعني. استاذ جلال الشرقاوي راجل ليه باع في المسرح، احنا الى الان بنتعلم منه. يمكن انا عملت معاه مسرحيه اسمها بشويش، وكانت اخراجه الكلام ده ممكن سنه 92 تقريبا، و 90 92 حاجه زي كده. ومسرحيه يعني حققت رواجا كبيرا يعني. بس الغريب قوي اني كنت برتجل فيها، وكان مبسوط مني وانا برتجل. الاغرب ان ليها شريط. ان ليها شريط فيديو موجود يعني، لو حد دور على اليوتيوب هيلاقي مسرحيه اسمها بشويش اخراج الاستاذ جلال الشرقاوي. بترتجل طبعا. وكان مبسوط من ده، ما قالكش لانه بيلاقي النص لانه بيلاقي ضحك، بيلاقي ان مفيش لفظ خارج، بيلاقي انا عندي ثلاث حاجات ببعد عنهم تماما: الدين، الجنس، السياسه. الثلاثه دول اسهل ثلاثه في الضحك، ان اضحك من خلال الثلاثه دول دي حاجه سهله قوي ماشي. لكن لو انا ابعد عن الثلاثه واقدر اضحك دي حاجه كويسه طبعا. طب لانه التابوهات الثلاثه طبعا. مدرسه المشاغبين هي اخراج مين؟ استاذ جلال الشرقاوي. استاذ جلال الشرقاوي. هل تتخيل مدرسه المشاغبين ما فيهاش ارتجال؟ لا، واتهمت انها بدمرت اجيالا يعني انا طبعا استاذ جلال الشرقاوي واستاذ في المعهد وبيدرس المسرح، يعني استحاله
أقدر أقول على رأيه، أنا بحترم رأيه تماما، لكن اللي أنا بقدمه مختلف عن اللي هو بيقدمه، أو اللي أنا قدمته معاه، أو اللي أنا قدمته مع غيره. اللي أنا قدمته مع غيره مسرحية مدتها 3 ساعات 4 ساعات، كانت الفكرة إيه اللي خلى الناس يبعدوا عن المسرح؟ ليه الناس في خلال الفترة اللي فاتت بعدوا عن المسرح لدرجة 15 سنة مفيش مسرحية بتتقدم؟ لأن كان في شكل واحد ثابت، إن قدرت ألعب لعبة، اللعبة عبارة عن إن أنا الارتجال اللي بينجح أي مسرحية أجمعه في مسرحية مدتها ساعة. يعني كنا مثلا لو بتيجي تتفرج على مسرحية من المسرحيات اللي احنا بنحبها، كنا أيام الفيديو بنجري الاستعراضات ونجري الدراما ونجري الحاجات دي عشان تذهب لمناطق الضحك، يعني مش كده؟ جمع مناطق الضحك، مش هتزيد عن ساعة. طب لو أنا عملت مسرحية كلها ضحك مدتها ساعة، هي دي الفكرة اللي أنا عملتها، وهي دي الفكرة اللي أنا قعدت ألف بيها قبل ما أعملها في تياترو، وعرضتها على أكتر من حد ومحدش استوعبها. يعني إيه أنت وناس جديدة؟ يعني إيه كل أسبوع مسرحية؟ يعني إيه بتعرض مسرحيتين؟ يعني إيه تبدأ الساعة 8 وتخلص الساعة 11 والناس يروحوا بيتهم بالكتير الساعة 12؟ إحنا كان من أسباب المشاكل اللي أدت إلى أن الناس يبتعدوا عن المسرح، ناس كنا بنخلص الساعة 3 الفجر، يعني لازم عائلة هي اللي تيجي تتفرج، لكن شوية شباب يجوا لوحدهم ما بيجوش. يعني أنت كنت صاحب فكرة الساعة اللي أضغط فيها الضحك، الضحك بشكل كبير بالظبط. وطب الأسعار، الفلوس والأسعار نفس الحكاية بسعر رخيص. يعني إحنا لما قفلنا في 2003 تحديدا، وكانت آخر مسرحية عملناها اسمها لما بابا ينام، كان مع علاء ولي الدين الله يرحمه، وكانت يسرى وحسن حسني وهشام سليم، كانت سعر التذكرة 300 جنيه. أنا ما بدأت بعديها، ال 300 جنيه دول قيمتهم النهاردة 1200 جنيه. يعني القيمة الشرائية للفلوس النهاردة نفس ال 300 جنيه هتلاقيها 1200 جنيه. أنا عامل التذكرة يعني أعلى تذكرة حاليا بقت ب 250 جنيه، أوكي؟ أقل تذكرة ب 100 جنيه. فبالتالي أنا بعيدا تماما، لأن مكسبي الأساسي مش من الصالة، مكسبي الأساسي من بيع المسرحية لمحطة تلفزيونية، هي دي اللي بتغطي تكاليفنا. لكن لو أنا بعتمد على الصالة ما تجيبش. وأستاذ مثلا جلال الشرقاوي مؤخرا عمل نفس التجربة بشباب جديد، وعمل حاجة وفيها مضمون مع مش عارف هي معروضة حاليا ولا لا، لكن أيا كان إيه نتيجتها، إلا إن أستاذ جلال عنده فكر وعنده أفكار بيقدمها كل فترة، وحرصه على ان هو طول الوقت يحافظ على المسرح، دي حاجه محترمه. طيب بس مش الاستاذ جلال بس، عند الفنانه الكبيره سميحه ايوب، استاذه سميحه ايوب طبعا، يعني استاذ محمد صبحي شايفها سهرات تلفزيونيه. يعني احنا بنتكلم على المسمى. يعني لو هي سهرات تلفزيونيه زي ما قال الاستاذ صبحي، بس مش عايز اسميها مسرح. ماشي، يعني بلاش اسمها مسرح، نسميها ايه؟ مصر. تيجي نسميها بص، يعني مثلا في الناس لما بييجوا يقطعوا تذكره، بيقطعوا تذكره ايه؟ مسرح. اما بنفتح ستاره بتبقى ستاره ايه؟ مسرح. اما بنقف على الخشب اسمها خشبه ايه؟ خشبه المسرح. يبقى ما اسموش مسرح. لا، وبتكلم في هي نوعيه مسرح مختلفه. يعني استاذ صبحي انا واحد من جمهوره، يعني ما كانش ينفع مسرحيه تتعرض للاستاذ صبحي، ويمكن انا اول ده مره بقوله، او يمكن اول مره هو يسمعه مني. انا ما فوتش مسرحيه للاستاذ صبحي من وانا صغير، يعني من اول انتهى الدرس يا غبي، مرورا بكل المسرحيات، عرض في مصر، في القاهره، عرض في اسكندريه. انا بحب المسرح، وبحب المسرح اللي بيقدمه استاذ صبحي، بالالتزام اللي بيقدمه استاذ صبحي. الالتزام ده اتمنى انه كان يبقى عندي، مش عندي انا برضو. ايه يعني هو كنتروله على الممثلين اللي معاه غير كنترولي، انا مصاحبهم اكتر يعني. لكن قدرت اعمل معهم نتيجه. تتخيل مثلا يوم ما بنفتح الحجز للمسرح او للمش مسرح، بتتخيل مثلا بيبقى عندنا حجز لمده شهرين قدام، تتخيل الناس بيتبسطوا ويقعدوا حجز لمده شهرين، ما شاء الله. يعني انا يمكن كان معانا مدير مسرح عمل يعني شارك في فرق كتير، الاستاذ حسن نجيب، لقيته قال لي ملحوظه اول ما جه معانا وانضم لنا لما عملنا مسرح مصر، لقيته بعد اول يوم عرض جاي بيقول لي ايه ده، في 4 كراسي اتكسروا. قلت له طيب ماشي، فنشوف مين هيصلح الكراسي وبتاع. قال لي لا، 4 كراسي اتكسروا معناها ان الناس من الضحك كسروا الكراسي. قدرنا نوصل للناس وقدرنا نضحكهم، طب ما دي حاجه كويسه قوي. مثلا في حد
يعني مثلا الاقي احمد ادم احمد ادم بيقول لك ده حرق للمسرح. ده ده بيتكلم عن 65 وما يعرفش انه وصل 92. فكره حرق دي اخطر حاجه تقابل اي ممثل او اي حد يبقى عنده صفه الابداع. اللي يبخل بالابداع عمره ما بياخد خطوه. لو عندك فكره طلعها، عندك فكره تانية طلعها، ما تبخلش بيها. طول ما بتطلع افكار، طول ما هيجي لك افكار تانية. لو انت حبست افكارك هتفضل الفكر نفسه محدود. لازم الواحد يطلع افكار، يطلع افكار ما يزعلش على اي فكره تتسرق او تتاخد او بس هو بيتكلم عن العدد الكبير. يعني مثلا لما تيجي تشوف عمالقه الكوميديا، لما تيجي تحصل لفؤاد المهندس التجربة مثلا كم التجربة مسرحيه، التجربه جديده، التجربه جديده، ما اقدرش اقارنها بالتجارب التانية. يعني التجربه بالنسبه لنا، لو انت عايز تقارن بمسرح زي المسرح بتاع الاستاذ فؤاد المهندس او مسرح محمد عوض او مسرح محمد نجمه او مسرح كل المسارح دي او حتى مسرح عادل امام، او عادل امام، كل مسرحيه مدتها طبعا كل مسرحيه مدتها 4 ساعات، فيها احداث كتير، فيها استعراضات، فيها ديكورات، فيها ملابس، فيها حاجات. من المسرحيات دي انا عملت 14 مسرحيه وتوقف المسرح. فكان لابد من فكره جديده، فكره جديده ليها علاقه بالوقت وليها علاقه باللي هيتقدم للناس. ولما عملتها صدق نجحت. لما نجحت اتهاجم وانا ما بعتبرش لا واتهاجمت ايه لا وهنا كمان يعني يتم اتهامك بتدمير المسرح. يعني مش هتوصل لكده. هو فين المسرح اللي انا هدمره؟ ما هو المسرح كان متوقف تمام. وهل تجربتي النهارده في المسرح اللي انا فيه تمنع اي حد من اللي قال رايه يعمل مسرحيه تانيه؟ يعني هنا انت بتقول طب قدموا انتم المسرح الحقيقي يعني اللي انتوا شايفينه. بالعكس، ده انا هبقى سعيد جدا. اتمنى ان احنا 100 مليون يا استاذ وائل، بلد 100 مليون بني ادم، عندنا مسرح، عندنا 2، عندنا 3. انا ما بتكلمش على مسرح الحكومه، مسرح الحكومه ده حاله خاصه، لكن انا بتكلم على المسرح الخاص. طبعا انا يعني ما جبتلكش في يعني هنا ربما ده ما تضمنوش كمان. ده الاستاذ يوسف شعبان قال لك على اشرف عبد الباقي وفرقته يقعدوا على القهوه احسن ويطلقوا هذه الافيهات، انما ما يسموهاش مصر. انا عاجبني قوي، اقعدوا على القهوه، انا عاجبني قوي الفيديو نفسه. اول ما اتفرجت على الفيديو وسمعت الاراء بتاعه الناس اللي من حقهم طبعا ان هم ينتقدوا، اللي استغربت له بس المزيكا. يعني اعداد البرنامج ها بيحط المزيكا دي لما بيبقى في قضيه ناس قتلوا ناس، او العيلتين اللي اتخانقوا مع بعض قبل ما ادخل وحرقوا البيوت، فبنسمع المزيكا دي. لكن ده احنا بنقول ارائنا في وجهات نظر، يعني في وجهات نظر. طبعا اي وجهه نظر لابد انها تحترم، حتى لو اتقال فيها كلمات زي دي، زي المخدرات او زي اللي مش عارف ايه او اسفاف ايه او ايه، كل ده برضو حتى انا بحترمه لان هي وجهه نظر. لكن انا وجهه نظري ان انا عامل حاجه الحمد لله ناجحه، واتمنى ان الحاجه دي يبقى فيه 20 مسرح شغال بوجهات النظر المختلف. انا بس مستغرب من احمد الفيشاوي، من حقه طبعا يقول رايه، بس هو عمل مسرح قبل كده؟ يعني هو كان بيجي لنا وهو صغير مع استاذ فاضل الفيشاوي، يعني بس من عائله فنيه، فشافني وانا في المسرح مع والده. يعني كان في مسرحيه كنت بعملها مع استاذ فاروق الفيشاوي اسمها اولاد رايا وسكينه، اوكي، وكان دوري ارتجال بالمناسبه، اوكي. انت عايش ارتجال على طول، امال الناس دي زعلانه ليه؟ يعني اشتغلت معاهم ارتجال طبعا طبعا. يعني لعبه الارتجال دي في الدور نفسه هو ده المطلوب. انا لو خدت الكلام زي ما هو مكتوب ماشي. الكلام ده مثلا كان في مسرحيات برضو من اللي عملناها، يعني سعد الدين وهبه، عندك المجموعه بتاعه سعد الدين وهبه دي كلها تقريبا عملناها في فرق الهواء، اوكي. ما نقدرش نغير كلمه، ما نقدرش نغير لفظ، بنعتمد على الممثل لما يقول الكلام ده هيعمل ضحك في اطار العمل كله. انت هنا بتتعامل مع ان هنا نص مسرحي لكاتب كبير، مش هينفع ما ينفعش تتعامل معاه، ما ينفعش. هنا وضع يختلف يعني بالظبط. بس بالنسبه لاحمد ربما كمان لان لقيته عامل تعليق انه كان جاي برنامجك وقالوا له شيل الحلقه من ودنك يعني حاجه كده، فهنا يعني اعتبر ده تدخل في خصوصيته. يعني مش انا، مش عندك، لا برنامج، لا مش انت، بس كان في برنامجك يعني. يعني انا عارف، مهمش، بس هو جاي لاشرف عبد، لا بس انت عارف يعني اشرف عبد يقول لهم يا جماعه يعني ما يقعد هل هم اعتبروا الحلقه
ضد أخلاقيات الشاشة في لا أنا مش عارف إيه التفاصيل، لكن أنا كنت متفق مع فريق الإعداد على حاجة لطيفة قوي. أنا يمكن البرنامج اللي حضرتك بتذكره هو رقم 20. أنا لسه أكلمك في ده. وطبعا أكيد في ناس هينتقدوا إن إزاي أعمل 20 برنامج وإنت ممثل، إزاي تقدم، مش مهم، مش دي القضية. لكن مثلا أنا كنت متفق معهم على حاجة لطيفة، وده بعمله في أي برنامج بقدمه. هستضيف فيه نجوم، ما تجيش تقول لي فلان مش جاي، بتفق مع الإعداد من الأول، ما تجيش تقول لي فلان اختلف على فلوس فمش هيجي، أو فلان قال ما بحبش أشرف فمش هاجي، أو فلان قال أنا مواعيدي مش مظبوطة فمش هاجي. تعال قول لي مين اللي جاي. أنا النهاردة داخل أقدم حلقة، مين معايا النهاردة؟ معاك فلان وفلان. إيه اللي حصل في الكواليس؟ أنت بتوترني ليه؟ أو أنت بتزعلني من زمايلي ليه؟ أو لما قابل زميل من اللي جه قال لا أنا مش هاجي، ولا اختلف في إيه، ولا عمل إيه، هقابله أنا متضايق منه ليه؟ طب ما تقوليش ده خالص، أنا جاي زي ما هتجيبني هتجيب الضيف اللي جاي معايا. يعني أنت متفق معهم كل ما يحدث مع الفنان في الكواليس ما تقوليش عليه، مش بتاعي، حتى لا ينعكس على علاقتي معايا. طبعا النهاردة ما قابل أحمد أو ما قابل أي حد تاني، من هقابله بشكل كويس ليه أبقى أنا متضايق من إن فلان مرضيش يجي عشان اختلف على فلوس، أو اختلف على إنه مش عايز يطلع، أو اختلف على أي حاجة، أو اختلف حتى على الضيف زميله اللي هيبقى معايا في نفس الحلقة. ما ممكن واحد يقول لا ما طلعش مع فلانة، ما طلعش مع فلان، بتقول لي أنا ليه؟ ده صح. قبل ما نتكلم في موضوع بقى، بس يعني خد دايما كل ده يا أستاذ أشرف على انه نجاح، يعني بيعمل حاله الحمد لله، والجدل الحقيقه يعكس نجاحا. يعني انت قلت لا انا ما بدخلش في منطقه قبل ما اطلع فاصل، بس منطقه الجنس والدين بس كمان. وانت يعني صحيح بشوفك في تعليقاتك بتقول لا انا مش هعاقب على ده، بس خليني حتى انا يعني ادافع، لان انا ضد التصيد، يعني تصيد مشاهد اللي هو مشهد خدوه قالوا قضيه ازدراء اديان ضد اشرف عبد الباقي. هل بتتعامل ازاي بقى لما تلاقي فيه؟ والحقيقه انا ضد الاكتزاء وضد البلاغات من هذا النوع، لانه حتى في افلام الـ 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 الكفار وفي افلام ظهور الاسلام يعني اقتلوا محمدا يعني تقال، وما فيش حد بيقول انه هذه اهانه، يعني الكفار كانوا يريدون ان يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم، بس هنا خدوا ده ورفعوا قضايا وقالوا اشرف عبد الباقي ازدراء اديان، وهيدخلوك بقى في قضايا من هذا النوع. انت عايز اقول ايه؟ لا هو مبدئيا بس انا عايز اوضح جزئيه، يمكن من فتره وقت ما كان الموضوع ده مصار كلمني فريق الاعداد من عند حضرتك، قالوا لي تعمل مداخله عشان استاذ وائل هيتكلم في الموضوع ده. قلت لهم انتوا عايزين تعملوا موضوع على حاجه زي كده؟ يعني انتوا بتدوروا تعملوا موضوع ويبقى فيه الراي والرأي الآخر ويتفتح موضوع، هل ده موضوع ينفع نتكلم فيه؟ فقالوا لي فعلا عندك حق. فأنا فوجئت دلوقتي إنهم ما نسيوش وجابوا الموضوع وجابوا الموضوع وقدموا. عموما هي دي كانت قضية. ما تاخدش الأسئلة دايما يا أستاذ أشرف على إنها ما هو إحنا في حياتنا. هو ممكن فريق الإعداد يتغير، ما فيش مشكلة. لا 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 صدق. أنا اللي بأدير كل شيء، يعني ما بسيبش نفسي. يعني عموما يعني أول حاجة أقدر أقولها لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. لا 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 حاجة. تاني حاجة يعني بقولها تاني حاجة بقولها مطلوب منك إنك تثبت إسلامك. من أنت؟ وهل في قضية؟ هل فريق الإعداد مع حضرتك سأل إن في قضية ولا ما فيش قضية؟ صدق مفيش قضية. عارف المسرحية دي سنة كام حضرتك؟ 2013. عارف دي للمرة كام بيتعمل الموضوع ده لاكتزاء بياخدوا جزء صغير؟ عارف لو كملوا بس 10 ثواني كمان هتبان الرؤية، بس هما ما كملوش 10 ثواني زي دي، زي اللي احنا شفناه ده مش متكمل فيه ل 10 ثواني. اللي بيحصل ايه؟ المسرحية اسمها كواليس. انا والممثلين مش عارفين نعمل ايه. تيجوا نعمل جزء من فيلم فجر الإسلام، تعالوا نعمل الجزء ده. كان في يمكن ده يمكن من أيام الجامعة لما كنا نيجي نعمل حاجة زي كده، فبنعمل حتى هتلاقي محمد سعد، هتلاقي الأستاذ عادل إمام، هتلاقي مش كله راح للمنطقة دي اللي هي اللغة العربية، فنقدر نطلع منها ضحك مع الحرص على ديني، مع الحرص إن ما قدمش حاجة يبقى فيها خطأ أحاسب عليه من ربنا مش من أشخاص. لما نيجي نقول ايه طب هنعمل المسرحيه دي، فلنقتل محمد،
كان في الاستاذ احمد بدير كان بيعمل مره مسلسل اوكي يمكن احنا واخدين الحكايه دي من الحكايه دي نفسها واخدين الافيده من الحكايه دي فكانوا عاملين كفار وبتاع فبيقولوا فلنقتل محمد فسامعين صوت من وراه عليه الصلاه والسلام اللي هم الكفار اللي واقفين وراه فيعيدوا يا جماعه احنا مفروض الكفار فلنقتل محمد عليه الصلاه والسلام لغايه ما لقوا اللي بيقول ده ودوه مع فريق المسلمين وخلوا فريق اللي هم الكفار لوحده يعني ففكره ده اللي احنا عاملينه فلنقتل محمد عليه الصلاه والسلام لو خدنا العشر ثواني اللي بعديها بقول لهم ثانيه واحده يا جماعه احنا مفروض كفار مفروض ان احنا ما نقولش عليه الصلاه والسلام فبيقولوا يعني نكفر عشان نعمل مسرحيه زي كده اقول لهم فعلا يبقى بلاش تعالوا نعمل مسرحيه تانية تعالوا نعمل مسرحيه ثالثه ماشي اللي هي مسرحيه اسمها كواليس اللي هي من الموسم الاول لما كنا تياترو ده سنه 2013 تحديدا ف 2013 اثير الموضوع 14 أصير الموضوع 15 أصير الموضوع لغاية 17 الموضوع بيصار مرة ليه؟ فضى طب أنا ما أصرتوش في 13 على فكرة 14 ما عشان ما كانش واصل لك هو واصل لك 16 طب بتاخدها ليه بحساسية؟ ما يعني هنا يا جماعة لا أنا حساسية للموقف مع البرنامج فقط مش حساسية الموضوع نفسه لأن لما بقول لحضرتك الإعداد كلمني وقت ما الموضوع ده أصير للمرة الخامسة لا بس انت خطها برضو بحساسية مع محمد شبانة مثلا ابن عبد في موضوع عبد الحليم حافظ وقلتوا انتوا عايزين تعملوا موضوع تاني وقلتوا ايه اكيد انتوا اللي سمعتوا محمد شبانة في الحلقة والله محمد شبانة اللي كلمني وقال لي عجبك إهانة عبد الحليم حافظ وكلمته على فكرة ادخل يا محمد وطلبتك على التليفون يعني هنا القضيه بس يا استاذ اشرف مش يعني ما هي قضايا بالفعل يعني ما هي قضايا ازدراء الاديان تلاحق الجميع ويمكن ان تلاحقني فيها ممكن حد يشوف اللي انا عرضته ده ويقول لك ايه ده عرضه على الشاشه قضيه ازدراء اديان يعني لكن ده اجتزاء ومفيش فيه اساءه وبالتالي يمكن انك توضح ده بشكل ووضحته بالفعل مع ان ما كنتش محتاج ان اوضحه ما كنتش محتاج لا ما كنتش بتوضحه لا في مواضيع البعد عنها والبعد عن الرد على هذه المواضيع بيقلل حجمها احنا بنكبر حجمها او بنديها حجم زيادة عن حجمها الحقيقي لما بنناقشها لا بالعكس بقى انا عايز اقولك على حاجة بلاقي في ناس كتير بتبعت ايه ده ايه الحق شفت اشرف عبد الباقي عامل ايه شايف هل ده مقبول فاقول له ده طبيعي جدا الحوار بين الكفار والمسلمين في فيلم هيبقى بهذا الشكل يعني لا بالعكس هتتكلم هتنزع فتيل اي انفجار هي وجهه نظر طبعا يا استاذ وائل هي وجهه يعني نظر حضرتك دي وجهه نظرك انا وجهه نظري مختلفه عن وجهه بس نظر حضرتك بس لا نتصيد لك والله والدليل على هذا ان ما بردش يمكن انا مجبر ان ارد مع حضرتك لان اتحطيت في الموقف لكن انا ما قبل لقائي مع حضرتك انا ما كنتش بترد ما كنتش متعلق معلشان كده طيب. فانا وجودي مع حضرتك اجبرني على الرد وبشكر الاعداد اللي خلاني اعمل حاجه انا مش عايزها تاني بس انا عايز اقول لك انه في كل الاحوال دايما حتى يعني لا ننتقل اسئله احنا عايزينها او مش عايزينها يعني بعض القضايا طالما بتشتغل في العمل العام اكيد بتواجه اسئله احيانا انت مش عايزها بواجه يعني. وجهات نظر وليست قضايا في فرق بين وجهات النظر والقضايا أنا غير متهم في قضية ولكن أنا في وجهات نظر بقول وجهة نظري فيها زي ما قلنا وجهات نظر الأساتذة اللي طلعوا بيقولوا ده مسرح أو مش مسرح قلت لك أنا بحترم وجهات النظر لكن طيب. أنا مش في قضايا طبعا. طيب اطلع انت بقى فاصل عشان تبين للمشاهد انك مش زعلان لا ازعل من ايه بالعكس نرجع لفاصل نروح لفاصل ونرجع نشوف ايه المشكله الجديده اللي مقدمها الاستاذ وائل عشان نعمل اتفضل مشاهدينا نحييكم من جديد الفنان الكوميدي الكبير الاستاذ اشرف عبد الباقي ما زلنا معه نواجهه بالاسئله والكمائن لا بالعكس احنا نقدر جدا يعني ما تقوم به لإعادة المسرح من جديد حتى لو اختلف معه البعض خلينا ناخد بس الكابتن ابراهيم حسن في البدايه معايا كابتن ابراهيم اهلا بيك زوال ازي حضرتك ازيك ابو الكباتن كله تمام الحمد لله انت بتحب الكوميديا وتشوف مسرح ولا ايه لا انا بحب النجاح طبعا بسلم على الاستاذ اشرف من الشخصيات الجميله اللي انا بحبها جدا
فانا يعني انا دخلت طبعا عشان حبيت اشارك وحبيت ان انا اقول لاشرف ان هو شخصيه ناجحه جدا. الله يخليك. وانا والمفروض ان هو يعني انا شايف ان البرنامج دوت او يجي عشان يتكرم ان رجع المسرح تاني ورجع وعمل نجوم، فالمفروض راجل يتكرم مش راجل يتهاجم. راجل مش حاجه خالص غير يعني انا بالنسبه لي انا والولاد والاسره كلها بتستنى كل اسبوع عشان تتفرج على الحلقه او المسرح بتاع الاستاذ اشرف. الراجل طلع نجوم وتعرفوا ورجع المسرح تاني ومع احترامي للناس اللي بتنقد او بعض الفنانين اللي اتكلموا، انا شايف ان هي معلش يعني هي في نوع من انواع مش عايز طبعا كلهم محترمين وبحبهم جدا، بس في حته الغيره اللي هي في كل مجال للاسف الناجح لازم يتحارب. فالاستاذ اشرف الراجل يعني شخصيه اولا شخصيه مثقفه جدا، شخصيه يعني المفروض ان قلت يتكرم ان طلع رجع المسرح تاني ورجع وطلع نجوم محدش كان يعرفها كلهم دلوقتي محبوبين جدا. انا بالنسبه لي انا بحبه جدا، انا بحب يعني ربنا يخليك انه ناجح طبعا. ناجح وراجل مثقف وراجل يعني ما شاء الله يعني الناس اللي هو المفروض متابعاه من اول ما بدا تعب جدا واجتهد واشتغل وما عملش حاجه فيها نوع من انواع يعني اللي بيتكلموا عليها الحاجه اللي يعني انت بتبقى سعيد وشايف انه انك تضحك وتستمتع ده في حد ذاته هدف مهم جدا. يعني حضرتك بص الناس اللي قاعدين في المسرح اللي بيحضروا عاملين ازاي، كلهم عائلات وكلهم ناس محترمه، مش المستوى اللي موجود مستوى عالي. يعني لو الناس دي حاسين ان اللي بيسمعوه او اللي بيشوفوه حاجه مش كويسه ما حدش هيحضر وما حدش هيشوف. وبعدين زي ما قلت تاني الناس اللي بتتكلم بقى الناس المحترمين الفنانين اللي اتكلموا معلش مع احترامي ليهم، هي زي ما بقول لحضرتك دي غيره وفي دلوقتي القصه كلها دلوقتي الناجح لازم يتحارب ولازم يبقى في حاجه. انت ان هو صدامي على طول يا كابتن ابراهيم حتى في الفن. والله انا يعني صدقني انا بحب بس انت صدامي في الحق ومع الكابتن حسام يعني انا بحب اشوف لما اشوف حد مظلوم او حد ان هو بيتحارب وهو ناجح وبيجتهد بحب اقف يعني في صفه واحب ان انا دافع. يعني انا والله صدقني مش في مودي حتى الواحد اتكلم في، بس انا تابعت البرنامج من اوله عشان كده غصب عني بالفطره بلاقي نفسي لازم اتكلم، ما بحبش اسكت. لقيت نفسك قلت لا انا لازم اتكلم واقول له احنا بنستمتع بهذا المسرح يعني. جدا 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 كمان. وبعدين انا نفسي احضر كمان نفسي يا كابتن ابراهيم يعني بجد يا ريت تسعدنا وتنورنا. يعني انت ما تعرفش انت ايه بالنسبه لنا انا وكل الشباب اللي في المسرح، واكيد يوم ما تنورنا ده هيبقى يوم جميل يعني. رب ده شرف لي ان انا ابقى موجود واتفرج على حضرتك والمجموعه الجميله اللي مع حضرتك. ربنا يخليك. وبقول لحضرتك يعني رساله لحضرتك طبعا انا شايف ان شغال صح وشغال ويمشي في طريقك وهتلاقي الحرب طول ما انت ناجح هتلاقي الحرب بالشعواء الموجوده زي ما قلت لحضرتك في كل مجال. شكرا. في الرياضه نفس الشيء. تسلم يا كابتن. شكرا. استاذ اشرف عبد خلينا يعني تجربه مسرح مصر مسرحيه 92 و يعني تحقق نجاحا وخلاص هنسيبها يا جماعه دايما هي للتقييم، تقييم الجمهور وتقييم النقاد يعني، ودايما تقييم الجمهور حتى بتلاقوه بيختلف كثيرا عن تقييم النقاد وربما تقييم الفنانين كمان. ندخل بقى في بتقول لي 20 برنامج تلفزيوني امسك الخشب. انا قبل ال 20 برنامج تلفزيوني انا يمكن قبل ما ادخل لحضرتك على الهوا كنت قاعد في الاوضه مستني وبتفرج وبتابع يعني وقت ما بيكون ما عنديش مسرح وقت ما يكون بيتزاع البرنامج بتابع. تخيلت النهارده وانا جاي ان هيبقى في جرعه تفاؤل تتقدم للناس وجرعة نخلي نحتفل بعمل ناجح، لكن لقيت ان انتوا وقت ما استضفتوني يعني يمكن قبل ما ادخل
في ناس اتخانقوا مع بعض وولعوا في بعض, وفي واحد بيضربوا بمطاوي في مدرسة مع مش عارف ايه, وفي ناس ده دور, في ناس نايمة في الشارع, وفي ناس نايمة في الشارع في الفيوم. تمام, ضد ده ولا ايه؟ ها؟ ضد ده ولا ايه؟ لا انا مش ضد ده حضرتك, انا لسه ما كملش. طيب لكن هو كل ده بيعمل عند المتفرج, وده من وجهة نظري, حالة احباط. حالة الاحباط دي يعني كل ما الواحد بيقعد يسمع اخبار وبيشوف حاجات حقيقية وهدفها نبيل, وهي ان انت بتجنب اكبر كم من الناس المشاكل اللي بيمروا بيها, ولكن هي بتعمل عند المتفرج حالة احباط بشكل غير مباشر. اللي يعمل احباط يا استاذ اشرف انك تخفي كل السلبيات. الاطفال اللي نايمه في الشارع دي, والله انا ما كملت يا استاذ, مشكلتها ما كانتش هتتحل, والله يا استاذ وائل انا الا أنا من خلال هذا البلد. والله انا ما كملتش. طيب يعني انا حريص, انا بقول لك للهدف نبيل, كل حاجه من دول بتتقدم لهدف نبيل لايجاد حلول. حد في مستشفى ايه فعايز حل, حد انا بتكلم في وسط ده, في وسط كم هذه الاحداث اللي موجود قدها 500,000 مره. ما نقدرش النهارده نقول الحياه وردي, هنبقى احنا بنضحك على الناس لو طلعنا قلنا الحياه وردي, وهي وهي مش كده. ما كلنا لامسين كل المشاكل الموجوده, لكن في وسط هذه المشاكل لما بنقدر نخرج كمتفرجين من هذا الموت شويه ونضحك او نتبسط, ده بيخلينا حتى ما نروح شغلنا تاني يوم نبقى هادين. يخلينا في بيتنا, عشان كده النص التاني مع الحلقه مع اشرف عبد الباقي. فما يجي اشرف عبد الباقي انت متهم بالمش عارف ايه والمزيكا دي في الخلفيه, ودي دي 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 ده توتر. اشرف انت متهم بازدراء اديان, اشرف انت متهم باراء الفنانين, اشرف انت متهم فكره الاتهام في حد ذاته. يعني السؤال, انا وظيفة السؤال أملك السؤال وحضرتك تملك الإجابة, ونملك وأنا لو إيه اللي لو هنقدمه. لو حتى السؤال هتنزعني حق السؤال, فالحقيقة أنا ممكن أقول إيه, أستاذ أشرف عبد الباقي اتفضل حضرتك ضيف, اسأل نفسك وجاوب, بس ببساطة شديدة. يعني ما أعتقدش إن أنا مش بالمخ الصغير. لا أصلا يعني الحقيقة ده ليس خالص. ليس انتقاصا منك, بالعكس أنا قلت لك أنا موقفي الشخصي, لا انا مع مش عيب الضحك من اجل الضحك, ومش عيب المتعه, لا بالعكس, انه المتعه ليست تهمه والتسليه ليست تهمه يعني. لكن هل تطلب مني ان انا ما اقولش ان في ناس انتقدت مسرح مصر كذا وكذا وكذا؟ بالعكس, ورديت يا استاذي. بس ما لا لا انا كنت شايف, انا بقول لك انا جاي بتخيل, عارف زي ما حضرتك تبقى متخيل حاجه وتلاقي حاجه عكسها فتصدمك يعني. فانا تخيلت ان انا جاي النهارده هنعمل حاجه لطيفه باسئله, بما تملكه من اسئله, بحقك الكامل في انك انت تقول اي سؤال يعن ليك. حلوه يعن دي, صح؟ تمام. لكن فكره ان يبقى الفقره نفسها فقره بس تخرج الناس من التوتر شويه, دي يعني ده اللي اعتقدت ده ممكن دور كنت اقول بيه. بالعكس, اتكلمت حضرتك عن كوميديا الارتجال واتكلمنا في كل ده, بس ما يهمش يعني. انا بعد البرنامج هقول لك كان اسم المسرحيه ايه اللي اتمنعت وقت ما اتعمل الرقابة لعلي الكسار, لان اسمه ما ينفعش نقوله اساسا. طيب ثق ان السؤال يعني في النهاية بيؤدي الى ان في اجابات ويعطي المجال حتى ويوضح وجهات النظر طبعا, وبالتالي الحقيقة هو ليس تصيدا يعني. تمام. طيب في البرامج التلفزيونية, وانا سألتك السؤال ده قبل كده, هل البرامج التلفزيونية الكتير ممكن بتحرق الفنان, بمعنى ان بتشوف في عدد كبير من الفنانين ربما تكون انت سباقا في ده يعني بيقدموا البرامج التلفزيونيه. البعض كان زمان يقول لك الفنان لازم الجمهور يوحشه يعني, او هو يوحش الجمهور يعني, يبقى في مسافات الى حد ما, وانه لما يشوفه كتير ممكن يقول طب انا اروح له المسرح ليه, او هل حطيت ده في ذهنك في البرامج التلفزيونيه بالبدايات يعني, لانك انت بداتها حتى مبكرا يعني. لا, هو يمكن كمان قبل البرامج التلفزيونيه الاعلانات يعني كان حد مثلا زمان يقول ما تعملش اعلان لان الاعلان بيحرق الممثل. اما كنا بنشتغل سينما مثلا, لا ما تعملش مسلسل تلفزيوني عشان المسلسل التلفزيوني الناس هيشوفوك بسهوله في التلفزيون, فايه اللي يخليهم يجولك السينما, او ايه اللي يخليهم يجولك المسرح. فاكتشفنا ان اللي بيقولوا الكلام ده
هم اللي ما بيجي لهمش اعلانات وما بيجي لهمش مسلسلات تلفزيونيه. فانا باخد النصيحه من مين؟ اكتشفنا ان فكره ان دي بتحرق ودي ما بتحرقش ودي مش عارف ايه، مع انتشار القنوات التلفزيونيه الوضع اختلف. يعني ما كنا القناه الاولى والقناه الثانيه فقط، النهارده في 500 قناه. حتى النهارده لو انا ما بعملش عمل جديد هتلاقي عمل قديم بيتذاع. يعني مثلا انا بيتعرض لي دلوقتي مسلسل اسمه عائله زيزو، لو دورت في بقيه المحطات هتلاقي مسلسل اسماعيل ياسين بيتذاع، هتلاقي مسلسل انا وبابا وماما بيتذاع، هتلاقي فيلم مش عارف ايه، انا عامل 52 فيلم، هتلاقي فيلم منهم بيتذاع اكيد. اوكي فمش معنى كده خلاص انا ايه اللي يحرق. هو ممكن يعني فكرة ان ده يحرق الممثل، لا ما اعتقدش، يعني ممكن يلسعه بس. زمان كان الفنان يعني يقولك حتى مش ما عملش اعلان يعني، لكن ربما الوضع اختلف مع تنامي وتطور الناس كمان اللي بيعملوا اعلان عايزين يستفيدوا من نجاح الفنان في اللي هم يسوقوا للمنتج بتاعه، والفنان اكيد بيستفيد ماديا ان هو يعمل الاعلان يعني. طيب عايز اسالك ايضا في انت عندك يعني ربما حتى كمان ده ينعكس عليك في بعض الافكار، عندك موقف من الربيع العربي يعني قلت لك تصريحات ان شايف انها ليست ثوره ولكنها كانت نكسه يعني، ليه شايف تداعياتها ايه؟ ده عندك موقف من ثورات الربيع العربي؟ انا قريت لك بعض التصريحات يعني بتنتقد ما حدا. انا بص من اول 25 يناير الى هذه اللحظه لا قلت تصريح ولا اتكلمت في حاجه، فممكن يبقى لو مش فيديو ما يبقاش على محمل الجد يعني. لكن يعني ما اقدرش اقيم حاجه انا نفسي مش لامسها يعني، اللي انا لمسه اللي حصل في مصر، لكن اللي حصل في سوريا ولا حصل في ليبيا ولا حصل قبليهم في العراق ولا اللي حصل في العالم العربي في خلال الفتره اللي فاتت 7 سنين او 8 سنين اللي فاتوا، ايه اللي حصل تحديدا؟ يا رب اولادنا يفهموه يعني. يعني احنا نفسنا انا دايما في دول كتير بعد 25 سنه بيحصل الحقائق بتطلع للناس وبتاع. احنا عندنا حاجات بقى لها 50 سنه وحاجات داخله فوق ال 70 سنه لغايه النهارده احنا مش الناس عارفين الناس بتعيد تقييم بالظبط. ودي من وجهه نظر مين المؤيد ودي من وجهه نظر المعارض، ما ناخدش الامور نفسها مسلم بيها ونقول ده والله كان وقت 67 كان ايه اللي حصل او وقت 52 كان ايه اللي حصل. لغايه النهارده الحقائق اللي حصلت في كل ده احنا ما بنعرفهاش، لكن بناخد وجهات نظر المؤرخين اللي كانوا موجودين وقتها، اذا كانوا صحفيين او اذا كانوا ناس وظيفتهم التاريخ يعني. النهارده ما اقدرش انا بقى ابقى مؤرخ، لكن اقدر اقول على اللي انا كنت لامسه. يمكن من فتره طويله كنت كتبت، قعدت فتره اكتب مقالات، منهم مقالات من وجهه نظري لما كنت طفل في احداث. يعني مثلا حرب 73 انا كتبت عنها من وجهة نظري كطفل عاش الفترة دي. عشتها وعندك 10 سنين يعني. بالظبط، وانا عندي 10 سنين عشت الفترة دي، فقلت وجهة نظري فيها من وجهة نظر طفل مش من وجهة نظر واحد بيقيم عسكريا او بيقيم الحرب عاملة ازاي. فانا النهاردة حتى لو انا بقرخ حاجة انا ممكن اقرخ لك ايه اللي حصل في 25 يناير تحديدا من وجهة نظري في الشارع اللي انا كنت عايش فيه، في اللجان اللي كانت واقفة مش عارف ازاي، لكن ما اقدرش ارخ الحكاية نفسها بالسلب او بالايجاب، وخاصة ان انا مش عارف كل تفاصيلها. تفاصيل مين اللي بيتناولها؟ هتلاقي حضرتك في برامجك من وقت 2011 بتتناولها. لو خدت امرك خدت كلامك امر مسلم بيه فانا متبني وجهة نظرك، او متبني وجهة نظر حد في مكان تاني، او متبني وجهة نظري باللي انا عشته في هذه المرحلة. لكن ما اعتقدش ان انا اقدر اقيم عملية كاملة للربيع العربي، يعني كل الدول اللي مر بيها الثورات ما اقدرش اقيمها. طيب خلينا نرجع تاني نجوم مسرح مصر. هيبقى في نجوم جدد وتتوقع انه مسرح مصر يظل دائما معملا ومصنعا لتفريخ وصناعة النجوم؟ نجوم جدد ما اعتقدش حاليا، لان فيها صعوبة.
لو اي حد دخل في وسط المجموعه اللي عملوا 92 مسرحيه دول من وجهه نظري هيتفرم. خلاص بقى محافظين بعض بالعينين. العلاقه اللي بيني وبينهم او بينهم وبين بعضهم واصله للجمهور اللي بيحضر وما شافش الانتقادات. اوكي. لكن بيحضر. العلاقه اللي بيني وبينهم مين اتجوز، فما بيشوفوه ويلاقوا مراته معاه على المسرح بيضحكوا. اما بيجي يقول ما انا مش عايز اقول كلمه ايه عشان مراتي، ما هو ده ما فيش النص اساسا. لكن العلاقه اللي مفيش نص مكتوب، لكن العلاقه بينهم بتسمح ب بتوصل للجمهور بهذا الارتجال التلقائي. بالظبط بالظبط. لا وبعدين يعني وشك حلو عليهم كلهم، كل اسبوعين ثلاثه واحد بيتجوز يعني. بالمساعدين بالاضاءه بكل الناس ما شاء الله يعني. طيب استاذ اشرف عبد الباقي، يعني في لو هاخد منك في كلمه اخيره، شايف ان الكوميديا، لان البعض احيانا بيقول لا الكوميديا في ربما في خطر، على اعتبار هتلاقي الكوميديا على مواقع التواصل الاجتماعي وبعد تنامي التكنولوجيا الناس خلاص بتطلق افيهات كثيره بتلاقيها منتشره بشكل كبير، لكن شايف لا الكوميديا ستبقى والمسرح سيبقى باشكاله المختلفه، وشايف انه مسرح اشرف عبد الباقي بهذا الشكل هيستمر وهيبقى فيه تنوع بعد كده ولا لا؟ يعني لو هكذب عليك لو قلت لك انا شايف ايه، لكن اتمنى ايه، اللي انا املكه التمني فقط وليس التوقع. فلا اقول لك اتمنى انه يستمر، اتمنى ان يبقى في 50 فرقه مسرحيه بتقدم اشكال مختلفه مش بس من الكوميديا ولكن من المسرح. يعني من فتره طويله مثلا انا عملت مسرح عرايس، ما اعرفش حضرتك جالك المعلومه ولا لا، لكن عملت مسرح عرايس. رحت تشيك وقابلت الناس اللي بيصنعوا العرايس وهم بلد مشهوره، وكنت اول مره اروح تشيك برغم انها بلد صغيره، لكن بين كل مسرح ومسرح مسرح مسارح كتير قوي. انا متفائل جدا، ومتفائل مش بس للمسرح ولكن متفائل للبلد، وبلد كبيرة زي مصر فيها 100 مليون أو زيادة، ها يطلع منها فن ويطلع منها شغل للي عايز يشتغل، للي عايز يشتغل، دي جملة مهمة قوي. مهما يكون في إحباط، مهما يكون في محاولات مقصودة أو غير مقصودة لإحباط هذا الشعب، ما أعتقدش أنها هتبقى مجدية بالمرة، لأن الشعب واعي حتى لو في جزء مش متعلم التعليم بتاع القراءه والكتابة، لكن هو متعلم يعني إيه بلده ويعني إيه يقدر يطلع ببلده بجد. فلو إحنا النهاردة بنقول إن فكرة الإحباط الممنهجة التي تمارس على الشعب هتجيب نتيجة ولا لأ، دي بقى أقدر أتوقع، مش بس أتمنى، إنها مش هتجيب نتيجة. الشعب بيحب يضحك بطبيعته، يعني زي ما حضرتك بتقول على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الناس بيقولوا نكت، الناس طول الوقت بيحب بتعالج مشاكلها بتعالج مشاكلها ده على مر منها. على مر الزمن، على مر الزمن انت لو تشوف وقت الاحتلال الانجليزي كم النكت اللي طلعت، او على الرؤساء او على الحكام، طول الوقت بيطلع نكت، طول الوقت بيطلع نكت. انك تضحك الشعب اللي بيعرف يضحك طوب الارض، ده دي فيها صعوبه كبيره قوي. ان احنا نقدر نوصل ان احنا نقدر نضحكهم، فده اعتقد ان هو نجاح كويس الحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله نفضل نضحك ونعالج ازماتنا بالسخريه منها كما اعتدنا، وان شاء الله يظل اشرف عبد الباقي يقدم مسرح مصر ولا يغضب ممن يحتجون، وكمان يبقى عنده من يؤيدون ذلك ويضحكوا ويبقوا مبسوطين، والحياه كده هتلاقي فيها ما بين مؤيد ومحتج طبعًا يعني. طبعا طبعا. بشكرك استاذ اشرف عبد الباقي، الف شكر. وزي ما بقول هنفضل دايما نعالج ازماتنا بالسخريه منها، دي طبيعه الشعب المصري. نطلق احيانا النكات على ازمات بنعيشها، لكن الحقيقه مش ليس احباطا، لا، في محاوله للتخفيف عن انفسنا، وده سلاح بيستخدمه دايما الشعب المصري. غدا ان شاء الله نكون معاكم في حلقة جديدة.